أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النقطة التي سأنطلق منها في هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى هي ما أشرت إليه أمس في الخطبة، وهي يعني أعني نقطة أن كل طرح بشري بما هو نسبي أو من حيث هو نسبي لأنه طبعا بشري يحمل معه دائما، نستطيع أن نقول كارثته، يحمل دائما معه كارثته. هذا التعبير في الحقيقة مستعار، ليس لي، هو تعبير لأحد الفلاسفة، قال كل اختراع بشري يحمل كارثته. أي اختراع، حتى الاختراعات الفكرية، ليس الاختراعات فقط بالمعنى أي الفني أو التقني، حتى الاختراعات الفكرية يعني النظريات، الآراء، المنظومات، الأنساق المعرفية البشرية تحمل أيضا معها كوارثها، تحمل أخطارها. فالطائر مثلا في ميدان التكنولوجيا تحمل خطر ماذا؟ السقوط، أبدا مستحيل. الآلات الحربية جميعها تحمل أيضا خطرها معها، الكمبيوتر والحواسيب المختلفة وآلات الحديث أيضا تحمل معها خطرها، خطر ماذا؟ خطر تداخل أو إتلاف أو الغش حتى في المعلومات. وهكذا كل اختراع بشري يحمل خطره. بعض نقدت الفكر، وبالذات بعض نقدت الرأسمالية، قالوا هي أيضا اختراع بشري، لعله يكون من الرأسماليين، لعله يكون أرقى المخترعات البشرية، لكن تحمل أيضا معها كارثتها. تقرير لوغانو الذي حدثتكم عنه مرة يبتدئ بهذه المسألة لكي يثبت لنا أن الرأسمالية في مرحلة من مراحل تطورها غد قريبة جدا جدا، الآن هي شرعت فيها، الآن يتحدثون عن العولمة، وهذه العولمة أيها الإخوة جعلت الباب مفتوحا على هذا الخطر القادم الذي يتهدد أول ما يتهدد الرأسمالية نفسها، سيعود عليها بالنقد، سينهيها. ومن هنا كان كان هذا التقرير، من هنا كان هذا التقرير. أيضا نفس الشيء، النظرية أو الفكر الماركس الشيوعي يحمل خطره معه، كل طرح بشري يحمل خطره معه. من هنا هل يمكن أن نستثني أيها الإخوة الوحي الإلهي لا يحمل خطره معه؟ الوحي بما هو وحي، وأعني الجزء الثابت فيه أيها الإخوة، هناك جزء متحرك وهو القابل للاجتهاد، القابل للاجتهاد. الجزء الثابت، بالأمس سألني أخ فاضل قال لي كيف نميز، أنا معركة كبرى طبعا، يعني أنا حتى ترددت اليوم هل أتكلم في هذه المسألة التي بدأت أتكلم فيها أو أتكلم في مسألة الثابت والمتغير في النص ومسألة تاريخية النص. طبعا أنا أعني بالنص القرآن الكريم، لا أعني أي نص، نص أدبي شعري أبدا، النص هو النص المقدس الإلهي، لكن هذا موضوع طويل وسنخرج عن موضوع المحاضرة. لكن قلت له باختصار هذه المسألة محلولة ولا ينبغي أن يثار حولها تشغيب كثير، تشغيب أو شغب كثير. الفكر الإسلامي الكلاسيكي أو التقليدي قد حل هذه المسألة، قد حل هذه المسألة، حلها ببساطة أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الثابت، إذا قلنا أن هناك ثمت ثابتا، فهذا الثابت أيها الإخوة لا يمكن أن يأخذ ثباته أو هذه السمة أو هذه الصفة، صفة الثبات أو الثباتية، إلا إذا كان غير قابل للاجتهاد أصلا، فهي تفرض نفسها بنفسها، تفرض نفسها بنفسها. إذا لم يكن كذلك يمكن أن ينازع في هذه الثباتية، وبالتالي يغرق هذا النص في ماذا؟ في النسبية، فيصبح شأنه شأن أي نص بشري. وهذا ما يحاوله للأسف النقد يعني ذو الأصول الماركسية في التفكير حين يتناولون النص الإلهي باسم باسم الثابت والمتغير أو تاريخية هذا النص، أو تاريخية هذا النص. طبعا أشهر هؤلاء يعني تعلمون هو نصر حامد أبو زيد، طبعا هناك كثيرون أعمق منه وأكثر منه عملقة فكرية حتى، يعني هو تلميذ من تلاميذهم، شيوعيون عرب كبار جدا، لكن في ظروف معينة هي التي جعلت هذا الرجل شهيرا، تعرفون المحل التي مر بها جعلته مشهورا وأصبح ضعيع يدافع عنه، يعني للأسف راجد أفكاره أكثر من غيره، من سوء الحظ راجد أفكاره أكثر من غيره. فثبات النص أيها الإخوة مسألة كما قلت حلها الفكر التقليدي، ليست مسألة صعبة. ولذلك المحتوى العقدي للدين ثابت،
عند أبو زيد لا غير ثابت حتى العقائد المتحركة وتعكس إيه؟ تعكس ضرورات مرحلة معينة. طبعا هذا الحاد واضح طبعا في الأخير. ثم يزعم أنا مسلم، لا يعنيني أنت مسلم أو ملحد، أنا يعنيني كلامك. الذي يعنيني إيش؟ كلامك الواضح تكرره في عشرات الكتب وعشرات المقابلات. العقائد عندهم متحركة، العقائد تعكس فقط ضرورات إيه؟ ثقافية اجتماعية وحين اقتصادية في مرحلة معينة، ومن ثم ينبغي أن تتغير. إذن ما هذا؟ حسن حنفي مثله تماما للأسف الشديد، لكن أبو زيد أكثر إغراقا وهكذا. طبعا بالتالي إيش؟ إذا كانت العقائد متحركة إذن كل شيء دون العقائد ينبغي أن يكون إيه؟ متحركا. هذا كان طبعا فارغ، ممكن إن شاء الله في المحاضرة المقبلة نتحدث عن موضوع تاريخية النص والثابت والمتغير في النص، نناقش هذه المسألة بالسالفة إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، فالنص الديني الوحي الإلهي أيها الأخوة والأخوات بما هو أي ثابت، الجزء الثابت فيه بلا شك، الذي يتعالى على الزمان وعلى ضرورات أيضا إيه؟ ضرورات البشر، اشتراطات الاقتصاد والاجتماع والثقافة إلى آخره، لأنه نص إلهي، لأنه نص إلهي يتصف بالإطلاقية، بصفة الإطلاقية. صحيح نحن لا نستطيع أن نتعامل مع هذا المطلق بإطلاقية، صحيح نتعامل معه بنسبية، لكن ندرك في نفس الوقت إطلاقيته، ندرك إيه؟ إطلاقيته، ونقف عندما يمكن أن يسمى إيش؟ بالنوى، جميع نواة، صور بالنوى أو بالأجنة التي إيش؟ لا تقبل إيش؟ لا تقبل الزحزحة، لأنها نوى ثابتة مستحيل. وهذا ما يسميه علماؤنا بإصطلاحهم الشرعي يعني المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين والذي لا يعذر أحد بجهله ولا يعذر أحد إيه؟ بالمكابرة عليه، يقول أنه قابل الاجتهاد قابل النص، لا، هذا معلوم من الدين ضرورة. كأنهم طرحوا المسألة لكن بلغة عصرهم. أقول النص الإلهي أو الوحي الإلهي بما هو ثابت، أي باعتبار أو بلحاظ الجزء الثابت فيه، هل يمكن أن يحمل خطره معه؟ لا مستحيل، بالعكس. وهذا كان موضوع خطبة أمس. طبعا أنا يعني أحيانا أتأسف أنني أطرح كم كبير من الأفكار والمفاهيم في وقت يسير وهو وقت الخطبة، وأدرك أن بعض الناس قد يكون من الصعب جدا عليهم أن يستوعبوا كل ما هنالك مرة واحدة. يقول أحد الفلاسفة، إذا طرحت فكرة سيما إذا كانت جديدة 20 مرة وظننت أنه فهم عليك فأنت متفائل جدا. طبعا الشيء الجديد خاصة طريقة التفكير وطريقة الطرح على بعض الناس، على بعض الناس يعني، والمسألة لا علاقة لها يعني بقدرة الإنسان الذكائية بالذكاء، لا، مسألة ممارسة، ربما لا يمارس هذه المسائل الفكرية، ربما لا يتعاطى معها، أحيانا مسائل فنية الاصطلاح، أنت تستخدم كلمة بمعنى هو لا يستطيع يعني أن يفهم المراد منها بشكل صحيح. يعني حين تقول لهم مثلا ايش؟ الوثنية تمثل الجزء الإيجابي في المشكلة، يقول لك شو إيجابي؟ هذا ملحد الرجل هذا الخطيب. لا نقصد بالإيجابي جيد يعني، لا، نقصد بالإيجابي يعني الإثباتي، الجزء الإثباتي، يعني إغراق في الانتماء والإثبات فتشكل إيه؟ الوثنية، نفي بالكامل فيشكل إيه؟ الإلحاد، أتئزم يعني، هذا المقصود. لكن إنسان عم يفهم هذا، يقول لا هذا الإيجابي، يصف الوثنية بأنها إيجابية يا أخي، ملحد، مسألة فنية الاصطلاح، لا يتعاطى مع هذه المصطلحات، لا يتعاطى مع هذه المشكلة هذه. على كل حال، فكانت المسألة الرئيسية هي هذه أيها الإخوة، لماذا كان الوحي لله؟ لماذا؟ طبعاً أعيد فأكرر، نحن نطرح هذه المسائل كمليين، كمؤمنين، إذا أردنا أن نطرحها مع ملحد فنطرحها أي في نقطة دون هذه النقطة. لكن كوننا مؤمنين، كوننا مسلمين بحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن نعود مسلمين موحدين، فيمكن لنا بكل طمأنينة وثقة أن نطرحها من هذه النقطة كما قلت. لكن مع ملاحدة أو مع منكرين بالكامل أو ريابين مرتابين، لابد أن نطرحها من نقطة دون هذه ضرورة، ضرورة النقاش العلمي دون هذه النقطة، لكن هذا مستوى آخر لا يعنينا الآن، لا يعنينا الآن. فأقول لماذا كان الوحي الإلهي ضرورة؟ ضرورة في المسيرة البشرية، ضرورة بلا شك، والمسيرة البشرية إلى الآن أثبتت إيش؟ فعلا كونها ضرورة ولا بد منها، وإلا سيبقى الإنسان يتخبط في التيه ولن يصل في الأخير، لن يصل إلى معالم إيه؟ خطة كاملة تصوب مسيره وترشد خطوه على وجه أمثل، لن يستطيع الإنسان، لا يستطيع ذلك، تاريخه يثبت ذلك للأسف. طيب لماذا؟ لماذا؟ أقول نحن كمؤمنين إذا كنا نعتقد بأن رب العزة تبارك وتعالى كرم هذا الإنسان وأعطاه الحرية وأعطاه القوة الدراكة أو العقل أو الفهم وجعله خليفته في الأرض، وأراد منه، أراد من هذا الإنسان أن ينمي قدره وأن يفجر إمكاناته وأن يستثمر كل ما إيه؟ ما أولاه الله من نعمة ظاهرة وباطنة، وسخر له هذا الوجود كله. فلماذا إذن لم يطلق عقله إلى آخر مدى، إلى أقصى أمدائه لكي يجرب كل شيء
ولكي يخطط لنفسه الخطة دون وحي دون خطة جاهزة، الإنسان يجرب وسوف إيه يعني يبتدع شريعة في كل شيء. الله لم يفعل ذلك، لا، وآثر إيش يمكن أن يقال أو يمكن أن نقول اختصر الطريق، أن يختصر الطريق على الإنسان ممكن أن نقول سوف نرى. أول سؤال كان في الخطبة أيها الأخوة اختص بالجواب عن هذه المسألة، هل عمر الفرد يكفي لتجريب كل هذه الشؤون؟ مستحيل، ولا أكبر فرد ولا أكبر عبقرية، يستحيل. يعني تريد أعظم فيلسوف، هذا الفيلسوف العظيم الكبير يمكن أن يختص بفهم جانب معين من جوانب الحياة البشرية الإنسانية الغنية الثرة الخصبة. الحياة معقدة مركبة بشكل غير عادي، طبعا خطأ كل النظريات التي تتناول المجتمع والإنسان والتاريخ هو يكمن في ماذا؟ في التبسيطية. حياة الإنسان ومجتمع الإنسان ووضع الإنسان أكثر تركيبية وأكثر تعقيدا من أن يختزل بوجه واحد، من هنا يكون الخطر. فأعظم فيلسوف هو مختص بإدراك جانب واحد، ثم هو هذا الفيلسوف لا يصل فيه إيش إلى نتائج قاطعة يوافق عليها جميع إيش الفلاسفة، مستحيل حتى من تلاميذه. يعني كانت مثلا الذي ادعى أن الفلاسفة من أرسطو وأفلاطون وقبلهم سقراط الأستاذ الجميع وحتى من ديكارت في العصر إيه الحديث إلى آخر الفلاسفة قبله ولا نيتس وغير هؤلاء كلهم كانوا إيه دغمائيين، هكذا كان يزعم كانت، يعني دوج منطقيين من دغمة قطعيين يدعون أنهم إيش يعني وصلوا للحقيقة المحض الصرف الكاملة. هو قال لا، أنا بفكري النقدي، وهذا هو إيه إسهام كانت العملية النقدية، بفكري النقدي سأوقظهم من سباتهم الدغمائي. وطبعا نجح في ذلك إلى حد بعيد، لكن هل نجح إيش إلى آخر حد إلى آخر غاية؟ تلاميذه خلفوا ولم يسيروا إيه وفق نفس الخطة أي العقلية النقدية إيه لكانت. هيجل يعتبر من تلاميذ كانت فلسفية معروف، فيخته يعتبر من تلاميذه، فيخته أخذ طريق وهيجل أخذ طريق وهكذا، ومن بعدهم جاء فلاسفة آخرون كل أخذ الطريق، مستحيل. ولذلك لا يمكن أن نحل إيه الفلاسفة محل الأنبياء فنسترشد بهم لكي يعطونا إيش مخططا للاعتقاد مخططا لكيفية عمل إيه الذهن وعمل الوعي الإنساني، يستحيل، وتعاطيه مع أشياء الوجود، مستحيل، هذا فاشل تاريخيا الآن. وأين الآن؟ أين تأثير أرسطو؟ أين تأثير كانت في المجاميع البشرية الهائجة؟ لا يكاد يدرك. لكن أين تأثير موسى وعيسى ومحمد؟ عجيب، لا يزال الآن يقسم إيه العالم كله هذا التأثير. ومن هنا عظمة الأنبياء، ليست عظمة ذاتية، ليس لأن موسى هو موسى، لا، لكن بما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام هو عظيم في ذاته بلا شك، هو إنسان عظيم والله أعلم حيث وجع رسالته، لكن بغير وحيه لا أبدا، يعني سيكون ربما أرقى إيش من كبير الفلاسفة، لكن لن يكون إيش موسى النبي الذي برسالته شق العالم هكذا وثلثه، ولا عيسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين وآل كل وأصحابه، هذا هو. طيب هذا عمر الفرد الواحد، عمر الفرد إيه الواحد. طيب وبعدين في كمان إيه نسبية التفكير حتى عند البشر، يعني الفرد الواحد حتى في العمر الواحد تتغير مواقعه الفكرية دائما، متأكد أي فيلسوف أي مفكر لو عاش إيه العمر عمرين كما يقال لغير أفكاره مش مرة 20 مرة، طبعا بده غير أفكاره باستمرار. هذه طبيعة التفكير البشري لأنه تفكير نسبي، ومقولة النسبية تدخل في أشياء كثيرة جدا إذا أردنا أن نتكلم عنها بحسب الموضوع بحسب الذات صور بحسب الوظيفة الفانكشن يمكن أن أتكلم إيه ساعات عن مقولة النسبية. مقولة النسبية أيها الإخوة تتجلى في أكثر من جانب، يعني لا يكاد جانب من جوانب الحياة الإنسانية إلا وتعمل فيه مقولة إيه مقولة النسبية. هذا موضوع فلسفة طويل على كل حال. طيب عمر المجتمعات هل يكفي؟ أيضا عمر المجتمعات كما قلنا وهذا درس التاريخ حتى ذلك لا يكفي، لم يكفي أبدا، حتى طريقة تعاطي البشر بعضهم مع بعض إلى الآن تسير نحو الأسوأ للأسف الشديد، حروب. ريك فروم في كتاب أنا عرضت له في خطبة قديمة في الهداية عنده كتاب عظيم جدا ورائع اسمه تشريح التدميرية الإنسانية أو البشرية، تشريح التدميرية، عمل إيه دراسة إحصائية بسيطة استشار فيها التاريخ فوجد أن الحروب بشكل عام في ازدياد وضحاياها في ازدياد للأسف الشديد، لكن الإنسان تقنيا يتقدم، فنيا علميا فلسفيا مش عارف إيه ماديا يتقدم، لكن نفسيا للأسف اجتماعيا مع أخي الإنسان في المستوى إيش الإنساني كما يقال لا يتأخر هذا الإنسان، يقول فروم للأسف في مشكلة، هنا في مشكلة في هذا الإنسان. القرن العشرين أكثر قرن طبعا في التاريخ كله كان إيه متقدما من ناحية مدينية أو من ناحية مدنية، لكن كما قال إبرجينسكي قال هو قرن الحروب والضحايا المليونية،
ضحايا في أقل تعداد 170 مليون، أقل شيء 170 مليون، يعني واحد زي هتلر تسبب في هلاك 40 مليون فرد واحد، ستالين أعدم 24 مليون وأهلك 24 مليون من البشر. إيش هذا؟ فرد واحد بفعل الأفكار والأيديولوجيات والفلسفات وطريقة تعاطي الإنسان إيه؟ مع أخيه الإنسان. هذه تناقضات الإنسان، تناقضات المجتمعات والأمم والشعوب، مسألة كارثية مخيفة جدا. لكن في التجربة الإسلامية، وهذا شيء عجيب لا يستدعى الآن للأسف في الفكر الأكاديمي الغربي، لا يستدعى، التجربة الإسلامية لم تفعل ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. الكل يشهد بذلك، الكل. التجربة الإسلامية امتدت أكثر أيها الإخوة من 1000 سنة، كانت إيش يعني في ريعانها 1000 سنة، كانت سطوة حقيقية، إمبراطورية حقيقية، لم تمارس أي نوع مما يعرف إيه بإبادات الأعراق أو الأجناس الأخرى، الجينوسايدز يعني أبدا. عمره ما في التاريخ الإسلامي كل شيء اسمه مذابح مليونية بحمد الله تبارك وتعالى، ما في، هذا غير معروف عندنا أبدا أبدا. فتحت أعظم بلدان بأقل الضحايا، مصر فتحت ب4000 مجاهد، شبه الجزيرة الإيبيرية يعني الأندلس وأسبانيا وكذا فتحت ب7000، 7000 فتحوها بس، كان 9 مليون، وما في ذبح وما في سرقة وما في سلب، لم نكن شعبا أم سلابة نهابة نهازة أبدا. ما عندنا موضوع إيه المركز والأطراف أبدا، حيثما كنا إيه نحل أيها الإخوة كنا إيش نبني حضارة في كل مكان. وهذا الكلام أنا ذكرته أكثر من مرة، ذكره هربرت وولز في كتابه الضخم معالم تاريخ الإنسانية، قال كلما حل المسلمون في بلد لم تكن المدنية civilization لم تكن تسير فيه، بل كانت تخفز قفزات 10-20 سنة حضارة تصير، حضارة في جميع النواحي. وين هذا؟ غير موجود هذا في تاريخ هذا الغرب، غير موجود بالنسبة للآخرين. تاريخ هذا الغرب بالنسبة للآخرين، هذا سنعرض له في أكثر من موضع في محاضرة اليوم، تاريخ هذا الغرب هو تاريخ السلب والنهب. كل هذا التقدم، كل هذه العملقة على حساب الشعوب الأخرى. لو حذفت الشعوب الأخرى من أي المعادلة سيختل كل تاريخ هذا الغرب، بدءا من المراكمة إيش لرأس المال التي كانت الحجر الأول في الفئة في المشروع الرأسمالي، ما في مراكمة على حساب الشعوب الأخرى، صحيح؟ حتى الناحية العلمية أيها الإخوة، يعني بعض الناس يظن إيه، يظن أن هذا الفكر الغربي وهذا العطاء وهذه العملقة الحضارية وهذا الألق المادي أو المديني إنما جاء إيش يعني نتيجة لأفكار الفلاسفة العظماء. مش صحيح الكلام هذا ابدا. قبل ان يكون فلاسفه عظماء في الغرب وفلاسفه التنوير، قبل ان يكون هؤلاء، كان المشروع الايه الراسمالي قد دشن، ثم جاء بعد ذلك فكر اكثر هؤلاء الفلاسفه ليبرر سياسات إيه؟ هذه الدول الراسماليه، سياسات العمليه الراسماليه خاصه في تعطيها مع الاخر مع الشعوب الاخرى. يعني لايب نيتس هذا فيلسوف عظيم جدا جدا وفيلسوف اله يعني ميتافيزيقي ايضا ويؤمن بالله، المهم مثالي هو الرجل، هذا الرجل يكتب رساله يعني ملك إيه؟ ألمانيا، يذكره يعني بوجوب بوجوب السيرة واكتساح الشعوب الأخرى عشان نأخذ خيراتها ونعلي من شأننا، ضروري يقول له ما فيش قاعد إيش تسوي حرك هكذا كان أكثر ما كذا كان للأسف. حتى ماركس الآن طبعا ماركس يستعيد اعتباره بعد أن توحشت إيه الرأسمالية في شكلها العولمي، بدأ ماركس بلا شك يستعيد اعتباره عند كثير من الناس. لماذا؟ يعني رأوا أن فكر ماركس يعتبر أكثر إنسانية وأكثر رحمة من إيه؟ من هذه الرأسمالية التي كشرت عن أنيابها، التي كشرت عن أنياب ما كانوا ظن بهذا الشيء، يعني يعبوا الشوم يعني هي صدمتهم في تأملاتهم، توحشت بشكل غير عادي أبدا وكشرت عن أنيابها حقيقة. فبدأ ماركس يستعيد فعلا اعتباره حتى عند بعض الإسلاميين، شيء طبيعي هذا، ردة فعل عادية بسيطة على الأفكار هذه، استعاد بعض الأفكار والطروحات إذا استدعت الظروف. ولكن هل ماركس فعلا يعني وعنده جانب انساني كبير؟ بلا شك، يعني لو اخذنا ماركس هكذا بالكل بلا شك اكثر انسانيه ايه من المفكرين الراسماليين اللي ما كانش يهمهم ولا زالوا اليوم لا يهمهم لا في كثير ولا في قليل. تصور ان يعيش هذا مرفها مترفا واجدا، وان يعيش هذا مسحوق محروما، بيستاهلوا لك وبيستاهلوا. فالفقر عندهم كما ذكرنا في خطبه اليوجينكس الفقر يوشك ان يكون عمليه ايش موروثه، لكن هو هيك مؤهل اصلا بغبائه وبنيته وبستكشر تبعه هيك بطريقه انه يكون حقير وفقير. لو كان بيستاهل كان ايش مرحله تاخذ غلابه، تاخذ الدنيا هي غلابه، ما بقدرش اخذها خليه يلا ينسحق. يعني قرات لراسمالي لا زال يعيش اليوم، مفكر كبير جدا فيلسوف راسمالي والله، يتكلم ايها الاخوه بنفس هذا المنطق. فكتاب تحت كلامه قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، نفس المنطق، نفس منطق الجاهليين، نفس منطق الكفر. لك هذا الله بده هيك، القدر بده هيك، ايش دخلنا؟ هو هيك في طبيعته خلاص. فالمساله طبيعيه هذه، الفقر والغنى مساله وراثيه يطرحها هؤلاء العرقيون المجرمون على انها وراثيه. لا، ماركس ما كان هيك،
رح تقول غير صحيح. الفقير فقير مش لأنه مؤهل يكون فقير، والغني لأنه مؤهل يكون غني، هذا من ذهب وهذا من خشب، لا، لأنه في آليات معينة لهذا المجتمع البرجوازي الرأسمالي سواء المجرم الظالم هي التي ساعدت على استبقاء حالة هذا الفقير واستنزافه وزيادة حالته سوءا سواء، والعكس أيضا صحيح في الناحية الثانية. قال هذه هي. طبعا هو بالغ وأنكر الطبيعة الإنسانية، واركس ما اعترفش أنه في طبيعة، ما اعترف أنه في غرائز حقيقية في الإنسان، في أشياء ثابتة. يقول لا، في الأخير في المحصلة الإنسان هو إيش؟ مجموع علائقه الاجتماعية وبس، واللي بحدد وعيه سواء، اللي بحدد وعيه وبحدد منازعه وبحدد تفكيره وبحدد آماله هو إيش؟ وضعه في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، كيف هذا هو وليس العكس. لذلك النظرية الماركسية لا تؤمن كثيرا إيش؟ بضرورة الوعي سواء وإعمال الذهن لكي نغير أوضاعنا. بتشوف العكس تماما، أنه تغيير شروط الإنتاج وعوامل الاقتصاد والناحية المادية في المجتمع هي الكفيلة تغير إيش؟ طريقة تفكير الناس وليس العكس. طبعا عكسهم تماما المفكر الكبير والفيلسوف الألماني ماكس فيبر، طبعا مشروع الفكر كله تقريبا مدشن لنقد إيش؟ هذا البنيان النظري الماركسي، يثبت لنا العكس، أنه في أولوية للوعي وأولوية للفكر وأولوية للنظر على إيش؟ على موضوع الشروط الاجتماعية والاقتصادية. وعشان هيك عنده كتابه الضخم هو الرأسمالية والأخلاق البروتستانتية، بقول بالعكس هذه الرأسمالية السبب الأصلي فيها هو إيش؟ أخلاق هذا المذهب الإصلاحي البروتستانت، فالفكر هو لغير الواقع مش العكس. فطبعا الماركسيين بتنكروا له. على كل حال هذه قضية أخرى أيضا يطول الكلام فيها. فالآن ماركس بدأ يستعيد اعتباره من جديد على أنه أكثر إنسانية من هذه إيش؟ الرأسمالية التي جاوزت مرحلة إيش؟ التروستات والكارتلات ومرحلة احتكارية الدولة، ودخلت في مرحلة إيش الآن؟ العولمة الرأسمالية، إيش؟ المعولمة العولمية، اللي هي فعلا يعني نوع جديد جدا ومتوحش حتى من إيش؟ من الاستعمار أو من الإمبريالية، بشكل لا يكلفهم الدماء ولا إيش؟ ولا الجيوش، لكن سوف يمتصون آخر قطرة إيش؟ عرق، آخر نقطة فائض عمل، آخر قطرة دم من هؤلاء المسحوقين المهانين في أربعة أصقاع الأرض، في أربعة أصقاع الأرض، هكذا يقال. طيب هل بدنا نقوله حتى ماركس أيها الإخوة، ماركس لم يكن معنيا جدا بمسألة إيش؟ الشعوب المستعمرة، بالعكس، وكان ينظر للأسف في كل كتابات ماركس كان دائما إذا وصف الرأسمالية والبلدان الرأسمالية يصفوها بالمتمدنة، سيفلايزد يعني متمدنة. إيش متمدنة؟ معناها في المقابل الآخرون المستعمرون هم إيش؟ شعوب إيش؟ بدائية متخلفة متوحشة، أقل شيء حتى لا نظلمهم، غير متمدنة. طب ما هو معيار التمدن عندك إذن يا ماركس؟ هؤلاء أعدائك، أكبر مشروع عدو لك هو مشروع الرأسمالية، صحيح، وأنت أكبر عدو. طيب هؤلاء متمدنون، وغيرهم سواء ممن يقهرهم هذا المتمدن ليسوا متمدنين. طيب ما هو معيار إذن إيش؟ إيش النور؟ إيش المعيار؟ ما هو معيار التمدن لديك؟ تعرفون ما هو؟ ونفس الشيء على الخط، أحسنت، على الخط مشلين، ها؟ نفس الشيء، معيار التمدن أيها الإخوة أو التخلف هو مدى تطور وسائل الإنتاج. وماركس اعترف أن الطريقة الرأسمالية هي أنجح طريقة في ماذا؟ في مراكمة رأس المال. هو ضد المراكمة بهذه الطريقة، لكن اعترف بها صحيحة، بدك تراكم أكبر كمية من رأس المال، أنجح أسلوب هو الطريقة الرأسمالية. هو ضدها، أنا القضية عنده مش فقط مراكمة رأس المال، عنده قضية فعلا أوسع أفقا وأكثر إنسانية أما المشروع الرأسمالي. طيب فهو بيعتبر أنه هذول إيش يعني؟ غير متمدنين. ولذلك أيها الإخوة لما تكلم ماركس، وسوف أتحدث عن هذا بعد قليل، لما تكلم ماركس عن بنية الاستراكشر يعني بنية الدولة وطبيعتها وتكوينها البدئي، لم يدخل بتاتا ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة إيش؟ الاستعمار وسلب الآخرين ونهب الآخرين أبدا. سوف أشرح هذا بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما تكلم في الناحية هذه، تكلم عن الاستعمار ضمن كلامه عن إيش؟ عن السياسات الإمبريالية، موضوع آخر مختلف تماما، ليس في سياق الحديث عن إيش؟ عن بنية الدولة الرأسمالية ما تحدث، وهذا خطر، خطر وخطأ كبير، فجوة كبيرة في تفكيره طبعا. وفي النهاية هو كان يعترف كان يعترف تماما أنه حتى دولة إيش؟ دولة الطبقة الكادحة، يعني دولة إيه؟ البروليتاريا، اللي حتسلم إلى ماذا؟ إلى الشيوعية، لأنه هو ماركس لهم بالدولة أصلا، لابد أن تحطم الدولة، ما في شيء اسمه دولة، لهم بالستيت هو. على كل حال طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فهل بقوله إيش؟ أنه الوحي الإلهي يشكل ضرورة، لماذا؟ ولا يحمل كارثته معه، نتكلم كمليين كمؤمنين سواء، لأنه يتميز بالإطلاقية. يعني هذا المطلق تبارك وتعالى إذا جاز هذا التعبير سواء، طبعا في ناس بتحفظه
يعني من ناحية إطلاق هذا الوصف وهذا الاسم على الله تبارك وتعالى. مسألة، هذه مسألة أخرى. فالمطلق تبارك وتعالى ليس مطلقا زائفا. حدثنا أمس عن المطلقات الزائفة، صحيح؟ يعني الشمس كإله مطلق زائف، النار كإله، الكانون، الفرج، الرجل، المرأة، مش عارف إيه، الطوطم كذا، كلها مطلقات زائفة. ما في، ما معنى أنها مطلقات زائفة؟ فالسو يعني، يعني معناها أنها أيها الإخوة مجرد أشياء نسبية، فعلا أشياء نسبية. في سورة الأنعام لما إبراهيم تحدث عن الشمس وعن القمر كذا وعن الكوكب وكله يأفل يظهر ويغيب، إذن هو نسبي، ليس له دوام حضوري، نسبي، صحيح؟ ليس له دوام إيه؟ حضور. طبعا هذا من مقولات النسبية أيضا أيها الإخوة، نسبية المكان، نسبية إيه؟ يدخل فيها النسبية كما قلت لكم، النسبية تدخل في أشياء كثيرة جدا جدا. إذن هذا كائن نسبي، هذا خلق نسبي، ليس له دوامية، إذن ليس له إطلاقية، ليس له إيش؟ إطلاقية. وهو فان أيضا، له عمر، له إيه؟ عمر، له مدة، ما في شيء إلا له إيه؟ عمر، له مدة وله نهاية. فإشارة إلى نسبية هذه الأشياء، هذه الأشياء النسبية للأسف الذهن الإنساني البدائي الإشراكي الوثني في مرحلة معينة من المراحل، طبعا نحن هنا أيضا ضد الفكر الماركسي وضد الفكر التطوري، للأسف تأثر به أكثر المفكر العربي الإسلامي، وعلى رأسهم كان الأستاذ عباس العقاد رحمة الله عليه، كتب كتابا جليلا وجيدا اسمه الله، دراسة في نشأة عقائده الإلهية، للأسف وتبنى النظرية الغربية أن العقيدة هي التوحيدية نشأت إيش؟ بالتطور، يعني بدأت بالشرك وانتهت إيش؟ بالتوحيد. هذا غير صحيح، هذا فكرة دوجس كونت وفكرة جميع الوضعيين وفكرة جميع وفكرة إنجلز وماركس طبعا وفويرباخ، وهذا غير صحيح، غير صحيح، العكس هو الصحيح. القرآن يقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا معناها، فبعث الله النبيين كان حسن البصرة كان يقرأه، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يقول فبعث الله النبيين، قراءة التفسير. إذا بدأوا بالتوحيد، وبلا شك إذا كان آدم هو أبا البشر الأول، إذا كان موحدا وهو نبي على الأرجح، فلا بد أن البداية كانت إيش؟ بالتوحيد، وانتهى بعد ذلك الأمر بالتعديل. ماكس مولر هو عالم أنثروبولوجي وعالم أيضا في الأساطير في الميثولوجيا بالذات، وكان خبيرا باللغات الشرقية على رأسها اللغة السنسكريتية، وهو يهودي ألماني توفي في بداية القرن العشرين، كتب أبحاثا جيدة ورائقة جدا، وأتى بأدلة كثيرة عكس فويرباخ وعكس إنجلز وعكس هؤلاء، وأثبت فيها أن الإنسان بدأ فعلا موحدا وانتهى بعد ذلك إلى التعديد طبعا. ولذلك نحن لا يعني لا يمكن، لا نسوغ لأنفسنا أن نتشكك أيها الإخوة في معطيات القرآن الكريم بناء على نظرية قال بها الأنثروبولوج فلان أو مش عارف العالم فلاني أو العالم في الأساطير فلان، مستحيل، ما في. القرآن هو إيش؟ الدليل العتيد لدينا. بعد ذلك كل شيء برضو نسبه حيتغير. شو يعني أنثروبولوجيا؟ دراسات أنثروبولوجيا يعني هتغير هذه، يأتيك وعي الآن يعني إحدى الفجوات والثغرات الكبيرة الجابز يعني في الفكر الماركسي هو إيش؟ إنه إنجلز وماركس استندوا على آراء إيش؟ علماء أنثروبولوجيين، يعني علم الإنسان الأناسة، الأنثروبولوجيا مش شرط الإنسان القديم، حتى الإنسان الحديث الآن كل اسمه علم علم الإنسان، استندوا على بعض المعطيات البدائية البسيطة. فيش 30 سنة تغيرت كل هذه المعطيات، أتبع علماء آخرون عكسها تماما، فاختل الفكر الماركسي في هذه النواحي فيما يختص بنشأة العقل الإلهية، وفيما يختص بأصل العائلة، فيما يختص حتى أي بطبقية المجتمع، كيف بدأت الطبقية، كل هذا أصبح كلام فارغ وكلام فارغ. ليش؟ حكم الدراسات العلمية، هم استندوا على معطيات علمية، العلم أثبتنا كلام فارغ، لا تجاوزناها قال لك. هذه هي فالتعميم والقطعية والحديث إيه؟ يعني في هذه الفرضيات على أنك تتحدث بصيغة علمية حتى تكسبها حتى صفة الحتمية أحيانا نوع من الغرور العلمي، أصاب الماركسيين أصاب غيره للأسف، ويصير ممكن يصيب أي إنسان إذا لم يكن متنبها إيه؟ يعني إلى نفسه حين ينظر وحين إيش؟ يطرح أفكارا ومفاهيم جديدة. طيب فالبدي أقول إنه الوحي الإلهي بارئ أيها الإخوة من هذا الخطر. لماذا؟ لصفة الإطلاقية التي يتمتع بها، صفة الإطلاقية التي يتمتع بها. ومن هنا من هنا عطاء الوحي الإلهي، وهذه المعجزة على فكرة، هذه المعجزة. سأذكر فقط نقطتين اثنتين. النقطة الأولى أيها الإخوة، كيف تم لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يبني إيش؟ حضارته ودولته تقريبا بلا مبالغة من نقطة الصفر، مظبوط؟ لا تستطيع المركزية بتاتا، بالذات المركزية الفكرة المركزية، أن ولذلك لم يتعرض نين، وأنا قرأت له جلدات كثيرة منذ كنت صغيرا، لم يتعرض لا إنجلز ولا ماركس ولا نين بالذات، لأنه نين إيش أكثر الجميع إنتاجا، مؤلفاته حوالي 46 مجلد، لم يتعرض بتاتا إيش لنشأة دولة إيه رسول الله، دولة المدينة، لأنها تشكل اختراقا واكتساحا لكل إيه فرضياتهم الجدلية. كيف؟ كيف طيب؟
وممكن أن تشكل إيش تدعيما أو دعما أيضا هائلا لمين؟ لأفكار ماكس فيبر، أنه لا فعلا منظومة إيش؟ منظومة عقدية معينة، منظومة تشريعية، يعني فكر جديد، معناها فكر إيه جديد، نظرية جديدة ممكن أن تبدل المجتمع برمته. هذا ما حصل في التاريخ بالطريقة هذه، بس حصل في حالة واحدة، في مجتمع الرسول حصل فعلا. جاء هذا الرجل ابن هذا المجتمع، صحيح؟ جاء بفكر مخالف تماما، ينقض إيش؟ بنية حتى الفكر إيش الجاهلي بالكامل. وهم قالوا من أول يوم هذا جاء إيش وسفه إيش يعني إيه أحلامنا وعقولنا ويسب آلهتنا، ما في هذا ضد بالكامل، هذا رجل جاي وما في 13 سنة استطاع أن يقيم إيش صرح دولته ويحط اللي ما تقوله في الحضارة الإسلامية مباشرة من لا شيء، بدأ من الصفر، صح ولا لا؟ ما في، لم يعتمد على أي شيء يعني إيش في هذا المجتمع السابق، بدأ من الصفر، استطاع شيء هذا خارج غير طبيعي، غير طبيعي بالمرة يعني. والشيء الأعجب من هيك أنه هذه الدولة وهذه الحضارة أيضا استطاعت كما قلنا أن تقدم نموذجا في التعاطي مع النفس مع الذات ومع الآخر، قمة مش قمة بس متفردة جدا في التاريخ، ما فيش زيها في التاريخ كله، في التسامح والاستيعاب، مش في التشنج والإقصاء والإلغاء، بالعكس في التسامح والاستيعاب، فضلا عن الإنتاج الحضاري. كم أنتجت حضاريا وكم دفعت مشوار التقدم الإنساني للأمام، شيء مش طبيعي. كيف هذا بدأ؟ مش هذا ما حصلش في التاريخ. واحد يقول في ناس للاسف اللي مش عاجبهم محمد عليه السلام وبينتقدوه وبيتكلم، للاسف من اغبياء العرب، ببغاوات العرب، عضاريط العرب، كلمه فصحى هيك يعني، من عضاريط العرب المحدثين، وبتكلم للاسف في سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان، وبكتب كتابات بتنزل يعني تخشعر لها الابدان يا اخي، ما عندهم هم الا ايش؟ ان ينالوا من شخص رسول الله، ويبدو فلسف الامور ويتكلموا قله ادب وما خلوش شيء اللي بيتكلموا فيه، يا اغبياء. على كل حال هذا الشخص نجح أن يقيم مش دولة، صور حضارة، حضارة الكل قاعد مطأطئ رأسه لها. توماسكر لايت كان أكثر إنصافا، فيلسوف بصراحة فهمان، مش غبي من أغبياء العرب الحلفيت هذولا، هذول مثقفين داعيين بس مثقفين صحف، والله العظيم والله العظيم، لا فاهمين الفكر الإسلامي ولا فاهمين الفكر الغربي، هذول بتعون صحف بس، يكتبوا في الصحف وكتاباتهم، مش حذر أسماء كثير منهم، كتابات ومجموع مقالات بس في الصحف بجمعوها وبكتبوها في الأخير، كلها ضد في الإسلام، يقول لك أصحاب مشاريع فكرية. لكن واحد زي توماسكر لايت فيلسوف كبير جدا وشاعر ورجل يعني علامة، رجل عقل ضخم جدا، تصور يكتب يقول بالحرف أيها الإخوة، يقول لا يمكن أن يكون رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام كذابا. هذا محمد كذاب يقول دعي، هذا كما ينسب له، ننسب له نحو الغربيين، جاء الكذاب لا يستطيع أن يبني بيتا، الكذاب فاشل فضلا عن أن يبني أمة وحضارة. هذا الرجل أخذ أم بقول كارلايل، فنزل رأسه أقوله كارلايل. ولذلك في كتابه الضخم الشهير عالميا الأبطال وعبادة البطولة ابتدأ بمحمد على أنه أعظم أبطال التاريخ، إيش رأيكم؟ طبعا توماس كارلايل كان معاصر لجوتي، حدث عنه أمس، معاصر قال لك أعظم أبطال التاريخ مطلقا هو محمد بن عبد الله توماس كارلايل، الفيلسوف الإنجليزي الضخم فاهم، لأنه طيب أنا بدي أحكي مع محمد من خلال حتى من خلال نظريته، خلال أفكاره، خلال عقيدته، ومن خلال إيش التطبيق، ما خلط شيء عجيب، مع أنه انتبهوا، مع أنه حصل فيه تجافن وحصل فيه للأسف يعني إيش نقول يعني خيس كبير جدا جدا واعتداء كبير على إيش على المشروع الإسلام الحقيقي من أيام بني أمية. بنو أمية يعني أجنوا جناية كبرى على الإسلام حقيقة، مش على كل الإسلام بس على جانب هامة في الإسلام، بالذات جانب الحكم، جانب السياسة، ومن تلهم عاد من عباسيين وممالك وعثمانيين لليوم للأسف الشيء. ومع ذلك بقي الإسلام عظيما وأعطى عطاء كبيرا في أيام بني أمية وبني العباس. فتخيلوا لو أن المسألة استمرت على النمط الراشدي، مش على النمط المعاوي أو اليزيدي أو الأموي العباسي، لا استمرت المسألة كما بدأت إيش أيام أبو بكر عمر عثمان علي وبالنمط، كيف كان يمكن أن يكون الإسلام والأمة الإسلامية؟ طبعا أنا متأكد، بالعكس متأكد موقن، أستطيع أن أحلف على ذلك، كان لا يمكن أن نكون إيش في الوضع الذي نحن فيه اليوم، مستحيل، وكنا بالقطع سنكون إيه اليوم الأمة الأولى بجدارة، مستحيل، الغرب والغرب كان يلحق بنا أصلا، مستحيل. لكن جاءت مصيبتنا إيش من هذا التغير الكبير جدا الذي حدث إيش 40 للهجرة وإلى اليوم. ولذلك ملك بن نبي يعتبرها أسوأ انعطاف في التاريخ الإسلامي، من هناك بدأ السقوط الحقيقي لأمة الإسلام 40 للأسف الشديد. طيب ومع ذلك، مع ذلك مش في 40 سنة، لا في 1000 سنة، في 1400 سنة ظلت الأمة الإسلامية قادرة على العطاء، ومش على الموائمة، العطاء والإنتاج الحقيقي، وأمة عظيمة يعني بمعية كثيرة. ليش؟ طبعا لأسباب كثيرة، من ضمنها سبب سنعرض له اليوم بالذكر، إذا كانت السياسة وإذا كانت الدولة سيئة
وقمعية واضطهادية واستبدادية وكذا في التاريخ الإسلامي، فالأمة في مجموعها لم تكن أمة إيش؟ ضعيفة ولا حقيرة ولا سيئة، كانت أمة قوية وأمة عظيمة وأمة منتجة وأمة ذات فاعلية وذات قدرة وذات عطاء. لماذا؟ تعرف ليش؟ برضو بفضل النص الإلهي، حتشوفوا اليوم بفضل الوحي، بفضل القرآن. الأمة باخذ كذلك بفضل هذا القرآن. سوف نرى بالتفصيل بعدين إن شاء الله، بعد المقارنة بين نظريتين أو بين تجربتين تاريخيتين، سوف نرى مصداق هذا الكلام. هذا الكلام ممكن بعض الناس يفكروا إنشاء خطأ وهيك، لا، هذا كلام علمي إن شاء الله في أقصى حدود العلمية وفي أدق حدودها واشتراطاتها. هنشوف بعد المقارنة بإذن الله تبارك وتعالى. هل بدي أقوله الوحي الإلهي لا يحمل إيه خطره في جزء ثابت، لا يحمل خطره معه الحمد لله، بالعكس يحمل صمام الأمان دائما للتجربة البشرية التي تريد أن تنزله إيش في واقع إيه الناس في حياة الناس. يحمل بالعكس صمام الأمان الدائم لكل الانحرافات لكل الاشتراءات لكل الخروقات، وهذه هي ميزة إيه الوحي الإلهي. واختصار كما قلنا مش مجرد إرشاد وتقويم، واختصار اختصار ممكن إلى 10,000، ممكن لمائة ألف، ممكن اختصار لعمر البشرية كله، ما تستطيع. ولو كان رب العزة تبارك وتعالى يعلم أن الإنسان قادر بعد مرحلة بعد 1,000 2,000 سنة صور أن يصل إلى اختطاط خطة إيه هدائية راشدة تقوم مسيره وتبارك خطوه على وجه أمثل، لكان ممكن أن الله إيه يتركه يفعل ذلك، لكن الله يعلم أنه إيه لا يستطيع، ربنا عارف لا يستطيع، وسوف يبقى يكرر أخطاءه باستمرار. ولذلك لا أمل لهذا الإنسان أيها الإخوة في أن يقوم خطوه حقا وأن يصوب مسيره بغير وحي الله تبارك وتعالى. ومن هنا الضرورة الحقيقية لهذا الدين في عالم اليوم كما في عالم الأمس وكما في عالم الغد، بس اليوم بالذات لأنه في إيش؟ في تعزم حقيقي على مستوى العالم. يعني الآن البشرية وصلت بقدراتها، قدراتها إيه؟ التقنية بالذات صور إلى نقطة وصفها أحد الفلاسفة الفرنسيين يعني بأنها نقطة أصبح المصير الإنساني، مصير إيه؟ الكوكب الأرض كله مرهونا لبعض نزوات إيش؟ مجانين السياسة. هذا لم يحصل في التاريخ الإنساني، ما كان في يوم من الأيام ولا نابليون بونابرت ولا يوليوس قيصر ولا اسكندر المقدوني ولا خالد الوليد ولا أي واحد يستطيع إيش أو يمكن أن يكون مصير البشر جميعا مرتهن بنزوته. الآن ممكن واحد أهبل زي بوش هذا، أحمق فولش هذا، ممكن في لحظة هذا طلعته مثلا تصور هو جماعته فعلا ممكن يتسبب إيه، مش في قتل أمة أو إبادة حضارة، لا، في تدمير الكوكب الأرضي 50,000 قطعة في لحظة واحدة انتهى كل شيء. هذا ما حصل إيش، وضع مخيف هذا، أول مرة البشرية تصل لهذه الدرجة، تخيلوا مش طبيعي الوضع هذا. يعني هذه الخبرة أيضا لم تمر بها البشرية، خبرة إيش؟ التخوف، الاختطاف يسميها بعضهم. الآن البشرية فعلا تشعر بأنها مخطوفة، مثل جماعة يركبون مثل طائرة ومخطوفون، إذا مصيرهم رهن إيش؟ نزوة هذا المجنون الخاطف، في أي لحظة يطلق رصاصة تروح الطيارة انتهينا. البشرية الآن في حالة اختطاف، تعيش تجربة إيش؟ خوف إيه؟ خوف الاختطاف. مصيره كلها ككوكب كعالم كتاريخ كحضارة رهن بنزوة إيش؟ أحد هؤلاء المجانين المهووس. فالوضع بخوف، ولذلك لابد فعلا أن هذه البشرية تبحث عن منفذ. إيش هو هذا المنفذ؟ إيش المنفذ هذا؟ مش في مصالحة، مش في موائمة، ما ينفعش، انتهى عهد المصالحات والموائمات، لا، في خطة، خطة تسير إيش؟ على هديها بقناعة وبإيمان. ومن هنا ضرورتنا إيه؟ ضرورتنا نحن كمسلمين أن نقول ما عندنا وأن نحسن التعبير عما عندنا وأن نبلغ ما عندنا. أخشى أن الله عز وجل سيؤاخذنا ويأخذنا يوم القيامة ليس بذنوبنا وليس بأوضاعنا فقط، وإنما إيش؟ بأوضاع البشر جميعا، بأحوال البشر جميعا. أقول طبعا أنتم كنتم الوحيدين الذين عندكم هذه الخطة، وفعلا هذا الخطة. وليش إحنا الوحيدين؟ هذا غرور منا؟ لا، مش غرور، لأنه زي ما قلنا أمس في الخطبة معنى أن القرآن آخر الكتب معناه إحنا الوحيدين، ما فيش إلا هذا، فيش غيره. ومعنى أنه النسبي لا يستطيع أنه إيش يقارع المطلق، إذا ما فيش إمكانية لعقل البشر يصل إيش إلى خطة مثل الخطة الإلهية، ما يقدرش، مستحيل، ما يقدرش، ولا كان وصلها من زمان، ما في. ويبدو حتى في الأفق غير موجود لحد الآن، في الأفق غير موجود. نحن بنشوف فلاسفة أحيانا عظماء جدا ممتازون يبدؤون فلاسفة إنسانيين، وبعد فترة ينقلب الواحد منهم إيش إلى فيلسوف شبه نازي، يعني يبرر الإبادات، يبرر الحروب بفلسفته أيضا. يعني مارتن هايدغر فيلسوف وجودي، صح؟ الفلسفة الوجودية أصلا يعني كانت فلسفة الإنسان، صحيح؟ شعرت بمعاناة الإنسان، لمستها ملامسة حقيقية، أرادت أن تعين هذا الإنسان لكي يخرج من هذه المعاناة. يأتي هذا هايدغر ويتحالف مع الناس، ما عندوش مشكلة، كان شيخ الوجود الكبير هذا. نيكولا بردياييف الفيلسوف الذي بدأ اشتراكيا، بسموه الاشتراكية الشرعية، اللي قال يعني هي الاشتراكية الشرعية، وبعد ذلك إيش صار فيلسوفا مسيحيا متألها،
وبعدين فيلسوف وجودي من خلال المسيحية، وآخر شيء في آخر كتاب له وإنسان عظيم أثرت له، ينتهي إيش إلى رجل يبرر الحروب ضد الأمم الأخرى طبعا لمصالح الإمبراطورية والقيصرية. ما هذا؟ ما يمكن نثق الفكر البشري النسبي البسيط هذا، لا يمكن تثق بأي عقل فيه، لا بفيلسوف ولا بمصلح ولا بكاهن ولا بسياسي، ما في. بدك مرجعية إيش؟ مش نسبية، الكل يخضع إليها، الكل نزل رأسه لها، ما في. هذه مرجعية إلهية، شفت؟ من هنا. ولذلك هؤلاء المخابيل والمهاويس يتحدثوا إيش؟ تاريخية النص، وفرحانين هم بدهم يقدموا خدمة كبيرة للفكر الإسلامي، ويمكن الفكر الإنساني لما يجرد القرآن إيش؟ من إطلاقيته، ويطلع القرآن كتاب تاريخي من تأليف محمد، وعكس فقط إيش؟ ضرورات مرحلة بسيطة زمنيا ومكانيا كمان في الجزيرة العربية، حبة ثلاثيت بدو يعني، عكس ضروراتهم ومتطلبات حياتهم، وانتهى الزمن وعفى عليه. ما شاء الله عليهم، هذولا أذكياء كثير، هذولا قدموا خدمة كبيرة، وبدهم إيه؟ طوروا الأمة الإسلامية من خلال هذا الفكر. تدمير هذا، تدمير لنا ولغيرنا، تدمير لنا إيه؟ ولغيرنا. على كل حال، أنا كل هذه مقدمات للأسف طولت بسردها على عادتي، فسنبدأ إيه في الموضوع حتى لا نطول يعني أكثر من ذلك، أكثر مما كان. أنا أريد فقط أن أناقش مقولة واحدة اليوم، مقولة الدولة. مقولة إيه؟ الدولة. وطبعا مش أول مرة دائما نتكلم عنها، عن الدولة وتسلطيتها واستبدادها إلى آخره. ما هي المشكلة؟ الآن طبعا في تقريبا شبه إجماع في العالم كله أن هناك أزمة بين المجتمع والدولة، مش في العالم العربي فقط أو العالم الثالثي، في العالم كله، حتى في العالم هنا بغرب الرأسمال الديمقراطي في مشكلة، في أزمة حقيقية، في أزمة إيه؟ حقيقية. يعني حتى الدولة والمجتمع في العهود العبودية، عهود الأسياد والأقنان، وفي عهود الإقطاع كانت أفضل بكثير من شكل الدولة إيه؟ المعاصرة. أفضل لماذا؟ لم تكن أيها الإخوة يعني تشكل تهديدا بابتلاع المجتمع، أنه ينتهي شيء اسمه مجتمع. عشان أوضح هذا المفاهيم بدي أشرح في الأول، أول شيء ما هي الدولة. بعض الناس للأسف حدث بطريقة إجرائية، بعض الناس يحسب أن الدولة هي الحكومة، خاصة العرب، لأننا إيه؟ حقيقة لا نعرف ما هي الدولة، بنعيشهاش للأسف بشكل سليم صحي، فبنفكر أن الدولة هي الحكومة. لا، غير صحيح. لا، الحكومة أبدا جزء بسيط جدا، وهو الجزء المتغير من إيش؟ من هذا البنيان الكبير، من هذا الاستكشر الهائل اللي اسمه إيش؟ دولة. خاصة في العصر الحديث أصبح بنيانا هائلا جدا متغولا. فالبنيان الكبير هذا في جزء منه اسمه إيش؟ الحكومة، بدواوينها، ببقراطيها وموظفيها جميعا، هذا اسمه الحكومة. هذا متغير بروحه به، صحيح؟ تصبح حكومة، تأتي حكومة، بصير انقلاب. لكن بقية الدولة كمؤسسات طبعا إنتاجية، تشريعية، تنفيذية إلى آخره، مؤسسات كثيرة جدا جدا، هذه ثابتة، تشكل العناصر إيش؟ الثابتة. تأتي حكومة وتذهب حكومة، والعناصر الثابتة في الدولة إيش؟ موجودة لا تريم كما هي. يحدث تغيير أحيانا، بس للأسف يكون نحو الأسوأ، نحو مزيد من إيه؟ من البقرطة، يعني إيش؟ البيروقراطية الدواوينية كما يقول أهل المغرب العربي. يحدث مزيد منها للأسف، لكن يبقى الجهاز كما هو، هو كما هو، حتى وأتت الحكومة الجديدة على جناح إيش؟ على جناح ثورة كما يقال، أو بطريق ثورة، نفس الشيء. وهذا يحدث دائما للأسف الشديد باستمرار، حتى ماركس لاحظ هذا، قال دائما في تعليق على كومونة باريس، باريس كوميون، على كومونة باريس، قال دائما كانت الثورة حين تأتي تزيد إتقان وتحسين آلة الدولة، وأما بخصوص كومونة باريس فإن هذا بالضبط ما لا ينبغي أن يصير، الذي ينبغي أن يكون هو تحكيم آلة الدولة بالكلية. طبعا كان يعاني هو كفيلسوف، هو رجل بحلل الوضع وفكك وفاهم مشكلة الدولة الحديثة. طبعا أيام ماركس في القرن 19 لم تكن الدولة إيش؟ قد تغولت كما إيش؟ كما حدث في القرن 20 أيها الإخوة. الدولة في القرن إيه؟ 20، شفتوا كيف ده الشكل الفاشي والشكل النازي والشكل السوفيتي والسوفياتي، السوفيتات يعني، شكل مخيف جدا. تغوت الدولة بالكامل، وهددت كما لاحظ ماركس أيضا مرة بذكاء أن هذه الدولة الحديثة، الدولة إيه؟ الحديثة والسلطة في هذه الدولة يمكن أن تهدد بابتلاع المجتمع برمته. دائما كان في إيش؟ في لدينا دولة ولدينا مجتمع سوا، هناك هامش تقريبا انتهى، شيء اسمه إيه؟ مجتمع، وشيء اسمه إيه؟ هامش. بقي فقط إيش؟ السلطة هذه المتغولة التي ابتلعت كل شيء. هذا حدث، لكن بعد الحرب العالمية الثانية طبعا الوضع تلطف قليلا مع ما عرف بدولة الرفاه، والفير ستيت، يعني دولة الرفاه اللي إيش؟ اللي حاولت تعطي أكبر قدر من التأمينات إيش؟ للمواطن. وهذا طبعا إيش؟ كان بمقتضيات قيام الحرب العالمية الثانية ومجريات الحرب العالمية أو مجرياتها بمقتضاها. يعني شوف واحد زي تشرشل، وهذا برضه رجل أديب هو وسياسي، لا إنساني، استعماري، عقليته تركيبته النفسية استعمارية بشكل شرس
هذا الرجل حتى مع شعبي، هذا الرجل طبعا هو الذي أطلق شعار إيش؟ الدموع والدماء، مزيد من الدموع، مزيد من الدماء، هذا الوطن وطنكم، كلكم ستشاركون فيه، مش عارف إيه. طبعا بعد ذلك اضطر رغما عنه بعد النصر، هو أراد أيضا إيش؟ يعني أن يخيس ببعض وعوده، فخسر في الانتخابات خسارة ساحقة. صحيح؟ طبعا الحزب الآخر العمال طبعا إيش بالعكس، قال لهم احنا نقدم لكم كل ما إيه ما وعدتم به، وهكذا كان، وفاز فوزا ساحقا. فدولة الرفاه جاءت إيش من مقتضيات إيش الحرب نفسها. لماذا؟ لأنها احتاجت إلى الجمهور، احتاجت إلى الناس. صحيح؟ لكي تكسب أنت المعركة لابد إيش أن تلتحم بالناس وأن تعد الناس وأن تعطيهم وعودا خلابة. ولذلك هي نشأ ما يعرف بدولة الرفاه، وهي يعني امتصت كثيرا من التوترات واستطاعت يعني أن تنشئ أو تبلور لون مصالحة بين إيش بين الطبقات المتسيدة، يعني السائدة سياسيا ومصلحيا طبعا بلا شك خلال كونها سائدة سياسيا، وبين إيه وبين الجماهير، بين الشعب، بين الناس. حصل هذا كاستثناء بسيط، امتصاص لنوع من إيه من التوتر الحاصل، لكن ليس حل نهائيا. لم يكن إيه الآن الأحزاب اليمينية كلها تخلص هذه الضمانات، صحيح، وتنادي إيه بتقليصها باستمرار باستمرار، هنرجع لأول وربما أسوأ إيه من أول. ففي أزمة حقيقة بين الدولة وبين المجتمع، أزمة حقيقية موجودة. سوف نرى أيها الإخوة كيف تعاطى الإسلام مع هذه الأزمة، أو كيف يمكن الفكر الإسلامي أن يتعاطى معها. طبعا كيف تعاطى في التجربة التاريخية دولة النبي عليه السلام ودولة الخلفاء الراشدين، نموذج مهم جدا. إلا لماذا دولة النبي ودولة الخلفاء الراشدين؟ بعض الناس طبعا يبخسوا حقه، كيف 30 سنة؟ 30 سنة ليست قليلة. 30 سنة أيها الإخوة كان هناك إيش إمبراطورية إسلامية، مش في حجم مصر والعراق وتونس والجزائر وفلسطين، إمبراطورية. في 30 سنة كان هناك إمبراطورية إسلامية، ثلث العالم، ثلث العالم دخل في الإسلام صور أو تحت حكم المسلمين. 30 سنة ليست قليلة كل المعايير. والفتح الإسلامي على فكرة بحسب التوصيف الغربي أو عند أكثر غربيين هو معجزة، بسموه معجزة الميراكل، معجزة الفتح الإسلامي. مش مفهوم كيف هذول 30 سنة عملوا هذا الشيء كله، من أين، كيف تسحق الإمبراطورية الرومانية والفارسية في 30 سنة؟ شيء مش طبيعي، غير عادي. طيب وأيضا مش يكو بس 30 سنة أيها الإخوة ليست قليلة في عمره، في عمر أمم دائما يقال لا قليل، لا مش قليل، بالعكس في الأمم الفاعلة 30 سنة ليست إيش؟ ليست قليلة. لكن نحن الآن كأمة مخذولة للأسف، وأمة كسلاء أو كسلة، دائما نردد أنه لا 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 50 سنة في عمر أمة إيش ولا شيء. بالعكس كما دائما كنا نقول إيش 100 سنة أيها الإخوة، 100 سنة مش كثير، فقط فرصة كاملة، استطيع أن أقول perfect chance، فرصة كاملة 100 سنة، فرصة كاملة، مش فرصة كبيرة نسبيا، لا أستطيع أن نسميها بهذا المصطلح الجديد فرصة كاملة، perfect chance. كيف فرصة كاملة يعني؟ يعني فرصة كاملة لأي أمة، تصور إنها إيش؟ إنها تناضل من أجل مشروعها وأن تحقق مشروعها وأن يستنفذ إيه مشروعها أكثر أغراضه لكي تبدأ دورة جديدة. ومن أين أخذت هذا الشيء أنا؟ أخذته من حديث ذكرناه عدة مرات، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجد. معناها 100 سنة فترة كافية تعطيك فرصة كاملة، إذا لم تستغل أنت 100 سنة وبقيت تروح مكانك معناها أنت شبه ميت، في عندك حالة استعصاء فكري، استعصاء في الفاعلية، في عندك مشكلة أنت لابد أن تناقشها حقيقة. والغريب سبحان الله، قبل أيام أقرأ إيش في أحد كتب هيجل الفيلسوف الألماني المثالي، إيش يقول هيجل؟ يقول لقد لاحظت عبر التاريخ، صور عبر إيه التاريخ، وبالذات هو يتحدث عن تاريخ الشعوب العربية هيجل، وبالذات يقول إيه في تاريخ الشعوب العربية أنه لا تكاد تمضي 100 سنة، هو طبعا مش عارف الحديث هذا، ولا لو سمعه كان هو هيستغرب، لا تكاد تمضي 100 سنة إلا وتظهر فيها هبة ثورية كبرى تغير إيش مجمل الأوضاع وصورتها. سبحان الله بذكاءه حصل الشيء هذا. على فكرة الحين بعض المؤرخين العرب الأذكياء الناشطين فعلا بدأ يؤمن بمنطق المجايلة التاريخية، إنه يحاول إيش يعني يرى التاريخ بمنطق إيش مجايلي، جينيريشن يعني جينيريشنز أجيال، كل جيل إيش ممكن ينجز، ممكن فيه تلاحظ. فكيف أنت إيش في فترة 100 سنة؟ هذا ما أسميه بالفرصة الكاملة للأمة، لأي أمة، وإذا لم تحسن في استثمار هذه الفرصة وأن تغير أوضاعها برمتها، معناها أمة كسلة عاجزة سلبية تعاني من حالة استعصاء في الفاعلية، لابد أن تناقش أدواءها ومشاكلها بجدية أكثر. قبل قليل قبل أن آتي لهذه المحاضرة، وهذا يحصل معي سبحان الله دائما، بالصدفة عبرت هكذا زوجتي تستمع إلى أي شيخ يعني يأخذ في الدعاء، الرجل يريد أن يحل أزمة الأمة كلها عبر الدعاء والابتهال والبكاء، ويا الله ونحن وذنوبنا، فشعرت بأسى والله العظيم، ويبكي الرجل ويبكي الناس، شعرت بأسى. إلى متى سنبقى إيش على هذه الحالة؟ أؤمن بالدعاء بلا شك،
ورب الإيمان ورب العبادة أيها الإخوة. لكن هل تحسبون أن الدعاء هو شيء من غير فهم عميق ومن غير فعالية حقيقية ومن غير نقد لا يبلغ درجة إيش التجريح أو جلد الذات لكن نقد حقيقي مرير يضعون أمام الحقائق العزلاء المجردة هكذا يمكن أن تتغير أوضاعنا؟ لا يمكن. طب إلى متى سيبقى هؤلاء الناس الذين آتاهم الله أمور تصريف عقول للأسف والمفروض العقول لا تصرف، العقول لا تصرف أيها الإخوة ولا ترتهن ولا تستناب، لكن للأسف هكذا نحن الشعوب العربية. هناك متحدثون باسم الإسلام وغير الإسلام آتاهم الله إيش يعني للأسف هذه القدرة وهذه الفرصة على تصريف عقول وذهنيات البشر ذهنيات الناس. إلى متى سيبقى هؤلاء مصرين على أن يتحدثوا مع الجماهير المسلمة بهذه الطريقة؟ بالعكس يجب أن يتعودوا أن يتحدثوا معها أيها الإخوة تفتيحا لعيون بصائرها، تفتيحا لوعيها، تفهيما لأسس مشاكلها وبطريقة علمية واقعية وواقعية أيضا بعيدا عن الهمهمات والهواجس هذه والمنطق العجيب هذا ممكن نسميه حتى فعلا منطق تغييب، يعني حقيقة يغيب الناس وتبكي الناس وتمسح دموعها وترتاح وتقول لعل الله استجاب. شو لعل الله استجاب؟ مستحيل، ليس أبدا. الله لا يتعاطى مع مع الشؤون بهذه الطريقة، والله العظيم لا يتعاطى أبدا أبدا. الدعاء هذا يأتي كما قلنا مرة في خطبة، تعرفوا متى؟ الدعاء طبعا يأتي قبل العمل ويأتي مع العمل إبان العمل ويأتي بعد العمل، لكن لابد أن نفصل بين حالات. إذا أردت النصر لابد أن تتسلح بكل مقومات النصر وبكل أسباب النصر المستطاع لك، المستطاع لك، ومع ذلك تتسلح بسلاح الدعاء. أما تسلح بسلاح الدعاء وأنت أصلا لم تبحث مسألة النصر ولكن كيفية تحقيق هذا النصر فلا تحلم بالنصر إلى يوم يبعثون إن شاء الله، مستحيل، ما فيش منه ولا صح ولا. رحمة الله على ابن الجوزي، هذا الرجل له أنظار ذكية، أبو الفرج من الجوزي عنده كتاب لطيف جدا أنصح كل أخ أن يقرأه، كل أخت، اسمه فيض الخاطر، صيد الخاطر عفوا، فيض الخاطر لأحمد أمين، مقالات 9 مجلدات 10 مجلدات، لكن صيد الخاطر لابن الجوزي عجيب، كتاب عجيب رهيب أوتي بلاغة سبحان الله وأوتي فكرا فيه، يعني في أفكار حتى أنية جدا. يقول مثل الإنسان الذي يفزع إلى الدعاء ولا يأخذ بالأسباب، صور كمثل الرجل يجلس في بستانه وما بينه وبين أن يسقي زرعه إلا ضربة أو ضربتين بالفأس، اضرب يا أخي جيب من الغدير ضربتين بتصير لك عمال، وهو يترك كل ذلك ويقوم إيش يقلب ثوبه ويصلي صلاة الاستسقاء، مستحيل، صلي من هنا إلى يوم يبعثون لن تسقى إن شاء الله. شو الهبل هذا؟ وإحنا هيك صرنا بصراحة فرحانين نبكي وندعي ونتحادق في الدعاء، بالعكس المفروض الدعاء يكون قدره قليل جدا، ما قل ودل، صور والتفكير والعمل هو ياخذ المساحه الاكبر في كل شيء حتى الخطبه. دعاء نصف دقيقه خطبه، الوعي الفكر هو جسم الخطبه، مش المقدمه ربع ساعه والدعاء ثلث ساعه والخطبه 10 دقائق وفرحانين على حالنا تكلمنا وبكينا الناس. في عندنا مشكله في الذهن في الفكر بصراحه، ولذلك الان حتى لو صرنا الى التحرير وصرنا الى الدوله صدقوني سوف نرى انفسنا تقريبا مضطرين ان نبدا من دون الصفر لسه، وحنعاني من مشاكل كبيره جدا جدا من مشاكل، وحنشوف على فكره محافظه اليوم كلها تتحدث عن هذه المساله، مساله ايش؟ انه اذا ما عندنا وعي نظري حقيقي ودقيق ومستوعب للمساله، تصور لمقدماتها لمجرياتها لاستعصاءاتها لحلولها لكل ما يمكن يعني يختص بها، ممكن هذا يعني يجعل الامه تدفع ثمنا باهظا جدا بعد ذلك عمليا، ثمن غير عادي، وهذا مش الامه الاسلاميه، كل الامم كل الشعوب. فكيف؟ خلينا نشوف المساله تبعت اليوم. قلنا يعني في شبه اجماع او اجماع حتى حقيقي انه في الان مشكله بما يخص الدوله والمجتمع في العالم كله وبالذات في العالم طبعا الثالث، في مشكله حقيقيه بين المجتمع والدوله. الدوله الحديثه دوله مركزت السلط بشكل غير مسبوق، السلط العلميه الاقتصاديه السياسيه العسكريه التخطيطيه وكل التنمويه كل السلط مركزتها، ولذلك هي دوله مركزيه، دوله تغولت على على المجتمع، تحاول ونجحت للأسف أكثر لهذه البلدان أن تهيمن هيمنة مطلقة وأن تسخر هذا المجتمع لمين؟ طيب لمين؟ لصالح الفئة السائدة المتنفذة سياسيا وغير سياسيا، بس لصالح فئة قليلة جدا جدا، وهذا وضع غير طبيعي، صحيح؟ هذا وضع غير غير طبيعي. فبدنا نشوف كيف الفكر الإسلامي عالج أو يمكن أن يعالج هذه المسألة. قلت لكم بدنا نستهدف تجربة الرسول مثلا بلا شك عليه الصلاة والسلام وتجربة الراشدين، ولا نبخس حقا نقول 30 سنة، 30 سنة مهمة جدا. ليش؟ في المقابل احنا حنناقش تجربة الماركسية طبعا مهم جدا. ليش الماركسية طيب؟ لأنه كان في عندها نظرية في هذا الصدد ولها تجربة فوق كارثية، صح ولا لا؟ تجربة تخوف، تجربة كما يقول أحد المفكرين الماركسيين لم يشهد التاريخ، يقول
لا تاريخ الإمبراطور ولا تاريخ السلطان ولا الدوتشي صور ولا تاريخ الفرعون ولا أي تاريخ بشري مثل هذه الدولة في تغولها ومركزيتها صور وتسلطها وهيمنتها. بتخوف دولة مخيفة جدا جدا. الاتحاد السوفيتي السابق هذا شيء من عجب، تاريخ كله ما شيء مثلها. فليش عكس النظرية تماما؟ ماركس وإنجلز ونيم يبشروا إيه بدولة حتكون دولة العمال ودولة الكادحين وفيش فيها جيش منظم وفيش فيها إيش بيروقراطية ومن كل حسب إيه جهده ولكل إيه حسب حاجته. هنفتح الأسواق خذ اللي بدك إياه، خذ سيارة سيارتين ثلاثة، خذ 10 بدل بدك إياه، قديش تحتاج خذ. جنة وعدوا الناس بجنة على الأرض وما فيها قمع، بالعكس الذي سيمارس القمع هم الأغلبية، ما في جهاز يمارس القمع، الأغلبية ستمارس القمع بحق الأقلية، الأقلية المجرمة العميلة اللي ضد الثورة مش عارفية هذا أحد انقمع، مين حيقمعها؟ فيش جهاز قالك، ما فيش لا شرطة ولا كي جي بي ولا استخبارات ولا جيش أحمر، لا لا ما فيش مياه. حيكون إيه الشحب نفسه الكادحون البروتاري هاي حتنظم حالة شعب مسلح، ما في جيش مسلح، في شعب مسلح حيقمع، حيقمع هؤلاء الشعب بس ما في، وما في سلطة تشريعية في جانب وسلطة تنفيذية، لا الشعب هو نفسه تشريعي تنفيذي. والله شو هذا الشيء معصر في التاريخ الممتاز هذا، قال لك آه هذا حيصير، عكسه تماما هو الذي حصل بالكامل تماما. على كل حال هذه النظرية مما استوحيت؟ من وين استوحوا أكثر شيء؟ من تجربة مش عمرها، عشان نقول للعالمين العرب المتعالمين العرب، ليس من تجربة الخلافة العمر 30 سنة، قلت 30 سنة استثناء هامشي بسيط حقير، لا، إنما من تجربة كومونة باريس، باريس كوميون سموا بالألماني كومونة. هالكومونة هذه قديش استمرت؟ بضع سنوات. هذا ماركس عمل عليها كتب وانجلز ولونين وتكلموا عليها وشغل يعني محطة تشكلك اكسترا اوردر يعني مستثنائية في التاريخ كله، جعلتهم يعملوا نظرية في الدولة والتغيير والناس. كومونة باريس، طب احنا عندنا مش كومونة 7 سنوات كذا، عندنا احنا 30 سنة، والتجربة مختلفة تماما بحمد الله تبارك وتعالى. بداية ونهاية تختلف على كل حال وسياقا، فحنشوف حنشوف المسألة كيف بإذن الله تعالى. طيب إذا أول تنبيه كما قلنا أنه إيه الدولة شيء أيها الإخوة والحكومة إيش شيء، هذا الشيء هو إيش جزء من الدولة وهو الجانب المتغير. طيب كيف تعرف النظرية الماركسية اللينينية الدولة؟ كيف تبرر نشوء الدولة أيها الإخوة؟ طبعا ما معنى الماركسية اللينينية؟ يعني معناها باختصار أيها الإخوة هي الشروح الضافية والموسعة التي بلورها وتقدم بها لينين على أفكار ونصوص ماركس. كثير جدا من هذه الشروح تعتبر شروح نصوصية، يمكن أن نسميها شروحا نصوصية، يعني تلتزم النص الماركسي وتدور إيش حوله، طبعا تزيد أحيانا تقطع معه أحيانا تتجاوزه قليلا كذا، لكن على كل حال هذه الإضافات اللينينية أصبحت لدى الشيوعيين الماركسيين في فترة طويلة للأسف أكثر قداسة من النص الماركسي نفسه. يعني كان يمكن أن يخالف ماركس لكن أن يخالف لينين لا، لأنه أصبح معبود الجماهير والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني من الصعب جدا أن يخالف حتى من كبار أقطاب الفكر ماركس، من الصعب جدا. يعني قل لي هذا الرجل تقريبا، قل لي يعني أنا حتى خش على الإنترنت في مواقع عنه شيء عجيب، بحط لك 50-60 صورة له من هو صغير لما مات، المزار تبعه والضريحة يزار فعلا كما إيه كما تزار قبور كبار الأنبياء والأولياء، ويطاف حوله كذا بيعملوا دورات كذا وموجود هناك في موسكو يسمحون بذلك، نوع من الكهانة الجديدة، كهانة علمية طبعا، كهانة إيه والعياذ بالله عبودية. طيب حنشوف أولا تقول النظرية الماركسية اللينينية باختصار أيها الإخوة الدولة هي الطبقة إيش المتسيدة، الطبقة هي المتسيدة، مبرر إيش تسيدها وتسلطها هو وجود التناقضات الطبقية بين طبقات المجتمع، يعني بين طبقة مثلا إيش الرأسماليين الكبار بين طبقة البرجوازيين الصغار، ممكن أن نقول طبعا هناك إيش هناك البرجوازية الكبيرة لجراند وهناك البرجوازية الصغيرة بيتي وهناك الطبقة الكادحة بروليتاريا. الطبقة الكادحة هي طبقة العمال المسحوقين الذين كان إيش يعني يسميهم ماركس هم عبيد عبودية العمل المأجور أو العمل المدفوع، يشتغلون ويأخذون أجرا، هذا الأجر لا يساوي إلا جزءا منزورا، يعني جزءا نزرا يسيرا من ماذا؟ من حقيقة عملهم. ولذلك يتحدث ماركس عن اغتراب العامل عن عمله، يعمل عمل المسكين وهذا العمل ينتج لكن هو ليس له منه شيء، العمل في جهة وهو في جهة، يقول حتى غدا هذا العامل في عهد الميكنة ذيلا من لحم لماكينة من حديد، تعبير ماركس ذيل من لحم بلا مشاعر بلا حقوق بلا التزامات حقيقية إزاءه أو قبالته صور لماكينة من حديد. هذا ما يسمى باغتراب العمل عند ماركس، اصطلاح ماركسي اغتراب
العمل. هذه البروتاريا. ما هي البرجوازية؟ برجوازية كلمة إيش؟ برجواز كلمة فرنسية تعني كانت في العصور الوسيطة تعني الطبقة التي تقبع وتثوي بين طبقة النبلاء وطبقة الكادحين، كما سموها طبقة إيش؟ برجواز، البرجوازية. لكن بعد ذلك لما تطور النظام الرأسمالي أخذت معنى ثاني، أخذت معنى إيش آخر. إيش صار معناها؟ صار معناها باختصار كل المرتبطين والمستفيدين من ارتباطهم بماذا؟ بملاك وسائل الإنتاج. هناك إيش؟ طبقة تمتلك وسائل الإنتاج، وهناك ناس يرتبطون بهم، كل من يرتبط بهم ويستفيد من ارتباطي معهم حتى السناسرة يعتبر إيش؟ برجوازيا. يعتبر إيه؟ برجوازيا. في الطرح أو في النص الماركسي البرجوازية قسمان، الجراند برجوازة والبيتي برجوازة، الصغيرة والكبر. البرجوازية الصغيرة أقول لك من صغار برجوازيين أو من البرجوازيين الصغار، يتكرر كثيرا جدا في النص الماركسي واللينين وكذا. والبرجوازيين هي الكبار أو كبار البرجوازيين. كبار البرجوازيين، البرجوازية الكبيرة العظمى هي إيش؟ هي كبار الرأسماليين الذين يمتلكون إيش؟ وسائل إنتاج الضخمة ومن إليهم، رؤساء المصارف، مدراء الأبناء يعني البنوك، كبار البرجوازيين. وأما البرجوازية الصغيرة فهم إيه؟ الذين يمتلكون وسائل إنتاج إيش؟ بدائية وبسيطة، والمهنيين والحرفيين. واضح؟ تسمى البرجوازية إيش؟ البيتي الصغيرة. فهذا معنى البرجوازية الصغيرة والبرجوازية إيه؟ حتى نفهم. طبعا بعض الناس يعرف هالأشياء قديمة، لكن بعض الناس ربما لأول مرة أو كذا أو يسمع يعني لم يحقق المصطلح، فضروري يعني أن نوضح بعض الأشياء مثل هذه. طيب فقال لك إيه؟ قال لك نشأت لماذا؟ وتسيرت هذه الطبقة لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك تناقضات موجودة بين طبقات المجتمع، بين البرجوازية الصغيرة والكبيرة من جهة، بين إيش؟ العمال من جهة إلى آخره، وبين حتى الطبقة المتسيدة أي من جهة ثالثة، في تناقضات. وطالما هذه التناقضات موجودة فالدولة موجودة. فهمتوا كيف النظرية المركزية في الدولة؟ يعني هي موجودة إيش؟ لأن التناقضات موجودة. لو حلت التناقضات تنحل الدولة، ما بيكون في دولة، تختفي الدولة. هذا طرح مين؟ ماركس ولينين. طرح هذا بعضهم يراه صحيحا، لا هو ناقص، طرح منقوص. وعلى فكرة النظرية المركزية في كل شيء ناقصة للأسف، وليست علمية كما تزعم، بعيدة جدا جدا، هي أشبه بالنظرية الهوائية تهويمية هوائية للأسف. أولا هذا الطرح الذي قد يبدو متماسك كما قلت البعض أيها الإخوة، تغاضى وتجاهل وتغافل بالمرة عن ماذا؟ عن أن التاريخ يعلمنا درسه، أن الحافز والسبب الرئيس لنشوء الدول واستدامتها ليس التناقضات الداخلية في المجتمع، هذه لها دور، وإنما تحسنت التناقضات بين الشعوب، بين الدول، بين الجوار، بين الأمم. هذا أكبر سبب، هذا أكبر سبب في نشوء الدول واستدامة الدول، حتى وأحيانا خضوع مين؟ خضوع المسحوقين للطبقات المتسيدة. عشان إيش؟ عشان الأمن والشعوب الأخرى ووضعنا وامبراطوريتنا ودولتنا. فهمتوا؟ هذا التاريخ، درس التاريخ يقول هذا. ولذلك للأسف الشديد منذ البداية جذر النظرية المركزية في الدولة لم يلحظ هذه المسائل للأسف الشديد، تغافل عنها، ولذلك سوف يعاني إيش؟ من إخفاقات كثيرة في فهم الواقع وفي معالجة الواقع. مش هينجح، نشوف مش هينجح بالمرة هذا التنظير. لماذا؟ لأنه في نقص كبير منذ البداية. واحد. اثنين، هناك تناقضات أيضا أيها الإخوة في الطبقة السائدة نفسها. التعاطي الماركسي مع الدولة ومع الطبقات دائما يجعل أن الطبقة السائدة طبقة واحدة متجانسة، هومو يعني متجانسة بالكامل، تقف وحدها في فيلق، في حين أن الطبقات الأخرى تقف إيش؟ في جهات أخرى. غير صحيح، بالعكس. التاريخ أيضا مرة أخرى يقول، إذا حتى الوعي التاريخي عند ماركس ولينين مش مجزوء، وعي مجزوء. بعض الناس بيعتبروا أن ماركس هذا الرجل حتى في العلم، يعني قرأت مرة في كتاب ماركسي يقول لك هذا الرجل في الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم وقدم لها العظم وجورج طرابيشي، الموسوعة الروسية هي هي بالأحرى ديكشنري، بس هم ترجمها موسوعة ديكشنري فلسفي في 67 نشروها في روسيا تاع كيودين وروزنتال. لما بيصفوا الماركس وإنجلز يقول لك إيه؟ هذان الفيلسوفان حققا قفزة نوعية غير مسبوقة، بالحرف غير مسبوقة، ولا واحد عمل زيهم. في إيش؟ في التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة والطبيعة، في الفيزياء كمان. الله، طبيعة؟ في حكم الطبيعة؟ لا، في العلم كمان، في العلم التطبيق. ولذلك لينين، لينين على فكرة وجه له نقد أنه دائما يتمتع بدغمائية عنده القطعية هذه، يتكلم بلغة قطعية حتمية، الزلمة فهم كل شيء، تصور كأنه يتكلم في قضايا الاجتماع والإنسانيات بلغة العلوم الطبيعية. وجه هذا النقد. من سوء حظه المسكين أنه في أحد مواضع كتابه، تصور أو كتبه، في أحد المواضع فيها نعم قال هكذا ينبغي أن نتحدث عن قضايا المجتمع تماما كما نتحدث حديثا عن قضايا الطبيعة.
هو نفسه اعترف بذلك مسكين مغرور كثير يعني بعلميته يعني أنه الزلم يعني عارف الأشياء بلغة إلهية يعني متغمص إيه هو رجل إيه متغمص وعيا إلهيا للمسائل عرفها تماما. جاء التطبيق كما سترون بعد قليل عكس كما رأى التاريخ كله حس ورأينا إحنا عكس تماما كل ما كتب وكل ما نظر. لم يعني إيه كما قلنا إيش لم يلحظ هذا التنظير التناقضات بين الطبقة المتسيدة ذاتها تناقضات كبيرة جدا جدا والتاريخ كله يعني قراءة إيه تاريخ أي أمة يعكس ذلك يعني حكومة في روما الحكومة إيش في أثينا لماذا كان ينبغي أن يكون لها مجلس سيوف في روما والحاكم صور لماذا طيب ليش هذا الحاكم وبعدين في مجالس إدارية إيش صغيرة دونية أكثر بكثير لكي تنظم العلاقة بين مين بين الأسياد بين الحكام من جهة أيضا وبين الحاكم الأعلى صور اللي هو القيصر من جهة أخرى. ليش طيب؟ لأنها كانت تدرك بوعي أكبر من وعي ماركس ونين وإنجلز أن هناك تناقضات حادة إيش في الطبقة إيش السائدة وينبغي أن تلجم. إذا لم تلحظ وتلجم هذه التناقضات فإيش فسوف يكون الاحتراب والتآكل لا بين السائدة وبين الطبقات الأخرى إنما داخل إيش وفيما بين الطبقة السائدة ذاتها. بل يقول التاريخ لو قرأت قصة حضارة رود يورانت اقرأوا هذا خاصة تاريخ العصور الوسطى يقول لك حالات الحروب والاحتراب التي قامت بسبب إيش النزاعات والتباينات بين المتسيدين وأدخلت الأمم في حروب أهلية أكبر إيه من حالات الحروب اللي قامت بين إيش السائدين وبين الطبقات الأخرى. هذا كأن ماركس لم يقرأ التاريخ ولا له علاقة به فالنظرية لا تحكي الكلام هذا ما لهاش علاقة به وهذا خطأ كبير نقص كبير من الأصل في جدل إيش النظرية في جدل إيه النظرية. كما قلنا في المقدمات اليوم مقدمة هذا الدرس وهذه المحاضرة لم تلحظ النظرية أيها الإخوة ماذا التناقضات بين الشعوب والأمم والدول. تحدث فقط عن التناقضات الطبقية أين بالذات لدى حديث ماركس ولينين عن إيه عن بناء الدولة وطبيعة الدولة ونشوء الدولة بشكل أساسي من حيث أتى كما يقال من حيث الأصل. لكن تحدثنا عن إيه عن هذا الجانب لدى تناوله مسألة السياسات الإمبريالية للدولة الرأسمالية هذا سياق آخر سياق آخر وسوف تدفع النظرية ثمنه باهظا فيما بعد. يعني الظاهرة الستالينية يقول لك ظاهرة ستالين هذه للأسف كما نفعل نحن العرب الآن. لو تسأل أي ماركسي وأنا ذكرت في أول محاضرة أن الفكر الماركسي بدأ ينتعش وبدأ ماركس يستعيد اعتباره. يعني قبل أسابيع قرأت لمحمود أمين العالم كتابا حديثا له تعرفوه العالم هذا فيلسوف ماركسي مصري كبير نشط في السبعينيات وكذا وبعدين نام في فترة إيه يعني تصاعد المد الإسلامي نام حتى كتاباته أصبحت شحيحة. الآن ما شاء الله رجع يتكلم إيه الرجل إيش يكتب بنشاط وإزدهاء. مين اللي أعطاه طوق النجاة؟ العولمة الوعود المتوحش العولمة هذه أنقذ طبعا وبدأ يتكلم بنفس اللغة التسويغية اللي كان يتكلمها أي واحد شيوعي قديم في الاتحاد السوفيتي إنه إيش؟ إنه الأخطاء مش في النظرية في التطبيق. من حملش النظرية وإحنا هنشوف اليوم في درس اليوم الأخطاء كلها في جذر النظرية. النظرية هي السبب الأصيل لكل هذه الأخطاء مش التطبيق. سوف نرى هذا هذا مهم النقد هذا فبتكلم الرجل إيه إنه لا يعني ليش نحمل النظرية إيش أخطاء استان وجماعة استان لا 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 أبدا النظرية متكاملة وجيدة ممتازة وأكثر إنسانية ولكن التطبيق وإيش بقول كما حصل خطأ في تطبيق الإسلام نفسه قال بعد الفترة الراشدة. شوف ينظر هذا بهذا بلعب يعني إيه الزلمة بطريقة غير نظيفة كما يقال هنشوف فظاهرة ستالين عند العالم أو الشعوب العرب عموما وعند الشعوب السوفيت زمان قال لك لا هذه الظاهرة تعلل بعامل مشهور هو عامل إيش البارانويا جنون العظمة عند مين عند ستالين وتأليه الشخص وعبادة الذات عنده الزلم كان عنده السلطة هذه عنده النزعة هذه عنده النفسية الملتاثة فقط هذا هو هذا كل ما حصل مش صحيح لا أبدا التطبيق كله غلط لأنه جاء يعكس إيش نظرية مغلوطة ومجزوءة سمحت بظهور ظاهرة بالعكس إذا بدنا نقول مين الضحية ستالين ضحية للنظرية يعني أعطاه فرصة أن يكون متألها إلى هذه الدرجة النظرية الخاطئة. وعلى فكرة ستالين هو أحد شراح النظرية ولا مش صحيح صح شرحها بطريقة اختزالية ريدكشنال يعني طريقة اختزالية جدا جدا وقدمها على أنها متون ينبغي أن تحفظ مثل إنجيل يعني جوسبل هيك يحفظ خلاص هذا هو ما في وهو شرح اللينينية أيضا ويقال هو مساهم كان إيش في قتل لينين مش ثابت 100% لكن يقال قدم له السم بطريقة معينة مش معروف يقال مات بالإجهاد لكن بعد ذلك جاء إيش يتعيش على سمعة لينين وشرح وقدم إيه مفهوم جديد للينينية لا يعترف به أكثر شعوب الآخرين لكي يبرر ويسوغ إيه كل ممارساته اللا إنسانية التوتالية العجيبة التي لم يشهدها كما قلت على لسان فيلسوف ماركس التاريخ كله ولا تاريخ الدويتشي ولا الامبراطور السلطان ولا الفرعون أسوأ تاريخ دولة وحكم في التاريخ البشري كله تحت زوفيت هذا شيء مخيف أيام السنين بالذات. طيب حنشوف إذن هذه النظرية كما قلنا لم تلحظ لا هذا ولا هذا لا هذا الجانب صور ولا هذا إيه الجانب إذن هي أيضا لم تلحظ إيش معناها بعبارة ثانية أعمق
لم تلحظ تناقضات الإنسان الفرد، صحيح؟ لم هي بتعتبر الطبقة السائدة هذه طبقة متجانسة ومسالمة بعضها وجيدة ممتازة متفاهمة، لا مش صحيح، بالعكس من موقع السيادة بالذات لابد أن يحصل إيش؟ التنازل، صحيح؟ توزيع إيش؟ المغانم، توزيع المكاسب، توزيع إيش؟ السلط، المحاور، محاور النفوذ كما يقال، ولابد أن تنشأ عقلية إيش؟ المحورة، ومحور والتف حول ضروري. ودائما بقول مثل مصر وثن معبرة ما بتهونش إلا إيش؟ إلا على الفقير، اللي ما عنده شيء يعني مش مفرقة معاه، بس اللي عنده في فرصة هنا تبدأ التناقضات إيه؟ الذاتية للإنسان. التعاطي القرآني مع هذه المسألة يختلف تماما، يقول لك أنه جذر هذه المسألة في نفسية الإنسان، في طبيعة الإنسان. الماركسية لا تعترف بالطبيعة البشرية، ماركس يقول لك ما في شيء اسمه طبيعة، شو طبيعة؟ ما في طبيعة. ها إيش في؟ يقول لك لا، في تنميط اجتماعي، المجتمع ينمط الأشخاص، يقولوهم بطريقة معينة، والفرد كما قلت إن هو إلا مجموعة على أخيه الاجتماعي. يعني تقول في طبيعة ثابتة غير صحيح، طبيعة متغيرة بحسب التنميط الاجتماعي، وهذا التنميط الاجتماعي الأس فيه العامل العتيد فيه هو إيش؟ بالذات شكل وسائل الإنتاج، يعني العامل الاقتصادي. ولذلك الماركسية تعاني إيش؟ من نزعة اقتصادوية. إيش الفرق بين اقتصادي واقتصادوي؟ شرحناه مرة، وعلمي وعلموي أو علموي. أيوة، الاقتصادي عادي، منحى اقتصادي في التفسير طبيعي طبعا، كثير من الظواهر تفسر اقتصاديا، تفسر إيه اجتماعيا، ثقافيا، دينيا، ممكن جدا سياسيا. لكن لما تقولي تفسير اقتصادوي يعني وينحاز التفسير الاقتصادي فقط، تقول لك هذا هو التفسير بس، وأي تفسير ثاني مرفوض وغير صحيح وغير مؤثر. إيه الاقتصادي هو حيقول لي كل شيء، فهذه النزعة يسموها إيش؟ اقتصادوي، يقول لك نزعة اقتصادوية. واحد ثاني يقول لك موبوءة ملتهب بنزعة علموية، نزعة علمية جيدة، احنا حتى مع العلم عنده تجيب يعني، لكن نزعة علموية. ايش تعمل نزعة علموية هذه؟ العلم بس، اي علم يعني بالمعنى الامبريقي، بالمعنى التجريبي. فتحدثوا عن الله، عن جبريل، يقول لك شو ما فيش العلم اثبت شيء، هذا ما اثبت شيء، كلام فارغ، خرافات. الله، امس بدات شرعت اقرا في كتاب جديد لرجل برد على الدكتور البوطي، رجل سوري ايضا ونازل في الدكتور البوطي من الاول، كسح كسح. طبعا انا مع النقد بالعكس، وبحب اقرا حتى نقد الاسلاميين، لكن مش بالطريقة هذا غير علمية بصراحة. ليش؟ قال ليش البوطي بآمن إنه في جن وفي عذاب قبر، ونازل عليه الرجل ويس وسخف أفكاره وبيصغر منه وإنه غير علمي ودع. لماذا غير علمي؟ إيش دخل هذا؟ إيش دخل العلم في القضية؟ هذه القضية العلم إلى الآن لا يستطيع أن يثبتها، كما لا يملك صلاحية أن ينفيها. شفت؟ لكن هذه النزعة العلمية. ولو سألت أي عالم متواضع وفهمان حقولك ممكن. بالنسبة لي أنا لا أراني كعالم أجنبي، لا أراني ملزوزا أو مطمئنا أؤمن بشيء اسمه جن وكذا كذا ولكن أنا لست أزعم إيه أن هذا الشيء هراء أو أسطورة، لا أدري. العلم ما يدخل في هذا الشيء، هذا ميدان مختلف متواضع، هذا فاهم حدوده، هذا عالم فاهم إيش حدوده. بس هذا العربي ومش عالم ما شاء الله، هو دارس علم الدلالات، تخيل، يعني جانب الدراسات اللغوية علمي أكثر من العلميين يعني نفسهم، وقال لك لا هذا كلام فارغ لأنه هذا كلام غير علمي. مين قال غير علمي؟ أنت لست علمية، أنت علموي، صح ولا؟ يعني اتخذت الدين ايش؟ اتخذت العلم ايش؟ دينا، ربا، الها، انت تعبد في محرابه، بتعبد في محراب العلم. لو قرا هو فلسفه العلم مش تخصصه هذا، وقرا حتى العلوم بنوع من التعمق خاصه من ناحيه الفلسفيه، لعالم الان ان السؤال المطروح على كبار فلاسفه العلم، ومن ضمن حتى كان ايه؟ برتراند راسل نفسه، طيب وهو عالم وفيلسوف، هل العلم يكفي؟ صار في سؤال. واحد صاخب كتاب اخر، هل سينقذنا العلم؟ يعني هل العلم يمتلك انه يعطيك ايه الحكمه؟ هي معناها الويزدم، بيقدر يعطيك العلم، بيعطيك معرفه، بيعطيك معلومات، بيعطيك تحكم في الكون، بس بيقدر يعطيك تحكم في نفسك؟ كيف تسير المجتمع؟ كيف تتجاوز تناقضات المجتمع وتناقضات الانسان نفسه والطبيعه البشريه، مش الطبيعه اللي. وخطا الماركسيه، ما دام تحدث عن الماركسيه ايضا مره اخرى انها اذ ترفض الاعتراف بطبيعه الانسان تجعل الإنسان في الأخير أشبه، تعامله بما يجعله أشبه إيه؟ بظاهرة طبيعية. يعني إذا كان ثم الطبيعة له فهي إيش؟ طبيعة القانون المادي. شفت؟ مثل ما تعامل جزيء الماء أو إيه، أو حجم الغاز أو قطعة من حديد أو إلى آخره، تعامله بالطريقة هذه. ولذلك لينين قلت لك بتبجح بقول إيه؟ يعني لابد ندرس للمجتمع كما ندرس إيش الظاهرة الطبيعية، واحد زائد واحد اثنين، أبدا قوانين حطها بشكل إيه رياضي، مستحيل وغير صحيح. ولذلك أخفق نظرياتهم 100 مرة، 100,000 مرة حتى، دائما تخفق، دائما تخفق. لماذا؟ لأن عالم الضرورة غير عالم الحرية، ولها الخطبة السابقة صحيح؟ عالم المادة محكوم فعلا بالضرورة، حتمي، ديترمينيزم حتمية في عنا هنا، مذهب حتمي صح، لكن عالم الإنسان حتمي؟ مش حتمي، مستحيل، لا تستطيع، صعب جدا. أعظم علماء الدنيا لا يستطيع جلس أمامك إيه؟
أن يستطيع أن يتنبأ بأفعالك من هنا إلى ساعة الأمام. صحيح؟ أعظم فيزيائي العالم، جيب كل عقول العالم، كل حواسيب العالم تجلس أمامي تتنبأ بماذا سأفعل بعد ساعة في 60 دقيقة، لا تستطيع. ليش طيب؟ حرية، في قدر هائم للحرية بداخل الإنسان لا يضبط رياضيا ولا يضبط بقانون طبيعي ولا غير طبيعي، صعب جدا. ومن هنا التناقضات دائما تبرز في عالم المجتمع الإنساني، بدها بدها نظرية أكثر تركيبية من من تبسيط نظرية طبيعية، صح؟ ومن هنا التبسيط في النظرية المركزية منذ الأصل كان هو سر فشل هذه النظرية، تبسيطية بشكل غير طبيعي للأسف. لازم تكون أكثر تعقيدا من التعقيد عشان تقدر تنجح. القرآن الكريم يقول العكس، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إيش الذي يعطيك الاستغناء؟ الدومين، الهيمنة. أول ما تهيمن أنت، صحيح؟ تهيمن على أي شيء في المجتمع، بتستغنى عن كل من هم دونك، لأنك هيمنت عليهم، صح؟ يبدأ الطغيان. حتى لو كان عمر، حتى لو كان عمر ابن الخطاب ممكن يطغى، ولذلك عمر كان شديد الهيبة رضوان الله تعالى عليه، شديد الهيبة والمحاضرة إيش؟ من طغيان نفسه، ودائما كان إيش يعني يستوصي الناس، أي شوفون أي شيء يقولوا لي. اسحب، خايف على حالك، في حالة خوف الرجل مستمر، لأنه عارف أن السلطة تطغي وتعمي وبتخلي الإنسان يتجاوز. ومثل ما قال اللورد أكتون في عبارته الشهيرة، قليل من السلطة قليل من المفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة المطلقة، معروف. ويقول أحدهم، وهذا هو خلاصة الفكر الإنجليزي في هذه المسألة، يقول لك السلطة تفعل شيئين، تفسد الصالحين وتعطي الفرصة للمفسدين. هذه السلطة طبعا. القرآن قال لك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكر الإسلام من قديم، أبو محمد الغزالي في الإحياء وغيره قال لك في كل إنسان نزوع إلى التأله والربوبية. الله، ما هو ما أنت في الأخير خلق الله آدم على صورة الرحمن، صحيح؟ هو عليم وأعطاك شيء من العلم، حكيم أعطاك شيء كذا، حتى هو جبار أعطاك شيء من الجبروت، صح؟ هو قدير أعطاك القدرة، هو مريد أعطاك الإرادة، وما تشاؤون إلا سورة، سبحان الله، صفات يعني أعطاك أقباسا من صفات عقدك طبعا كإنسان مخلوق، وأين التراب من رب الأرباب. فهذا بخلي الإنسان دائما عنده نزوع إلى التأله، ولا من صحيح، ولما يبدأ الإنسان يقول عاد لا قول إلا قولي ولا أمر إلا أمري، معناها تأله الرجل هذا أيا كان، حتى لو كان شيخ، حتى لو كان شيخ المشايخ، وما يخبرش أن يناقش ولا وخلص ويغضب ونقول تألهت أنت، وين يا زلمة تكفر أنت قاعد، إيش أنت نسبي محدود، أنت حاط بكل شيء، اسكت اقبل ناخذ اسمع. لا، إذا بدأ معناها بتأله قاعد الرجل هذا. فرعون ما علمت لكم من إله، قال في الأخير بشر وروح الحمام كل يوم، ما أريكم إلا ما أرى، قال لهم، وكان ميخذ أرض مصر كلها. ما فيش في مصر في أيام فرعون فيش واحد كان يمتلك حتى شيء من الأرض، قال لك كله له، تخيل، كله عنده أجراء، عنده عاد عبودية حقيقية، كان كل الناس أجراء في أرض فرعون. أليس لي ملك مصر، قال لهم، وهذه الأنهار تجري إمتى كلها إلي هذه. فعلا هذه حالة نادرة كانت، شيء عجيب. طيب، على كل حال، فالتبسيطية ما تنفعش في دراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية أبدا. فلم تلحظ هذه النظرية منذ البداية التناقض الذاتي للإنسان، التناقض الحقيقي، التناقض الإنسان الفردي والتناقض الإنسان المجموعي للمجتمع. شعب بيزاء شعب، أمة بيزاء أمة، هي اللي بتخلي أمة تحاول أن تهيمن على أمة، أن تستحبد أمة. وعلى فكرة حديث إنجلز في أصل العائلة ومن بعده ماركس ولينين عن نشوء الطبقات، يعني كيف نشأت الطبقات، صور لا غير صحيح أيضا حديثه. لماذا؟ لأن السبب الرئيس في نشوء الطبقات لم يكن التناقضات البينية في المجتمع الواحد، بالعكس. اقرأ الحين أي مؤرخ، السبب الرئيس كان في نشوء الطبقات هو استعباد طائفة من الناس، الاستعباد الذي كان النتيجة الأولى للحروب. أمة تحارب أمة، كانوا يستعبدوهم، جابوهم حطوهم طبقات عندهم، صحيح؟ مفهوم البرابر عند اليونان نفس الشيء، الجنتايلز عند الرومان نفس الشيء، الجويم عند اليهود نفس الشيء. إذا نشأة الطبقات لم تكن بسبب التناقضات الداخلية بين طبقات مجتمع واحد، هذه طبعا تجلت بعد ذلك في التاريخ، موجودة لا ننكرها، لكن نشأة والأصل والسبب الرئيس يعني البوابة المنبع الرسورس الحقيقي كان هو الحروب بين الشعوب وبين الأمم. هذا هو أيضا، هذا لم يلحظ ولم يولى أهمية، ولم يولى أهمية. وزي ما قلت لكم، موقف ماركس من استعمار الشعوب لم يكن بالموقف يعني كما يقال العنيد القوي. من أحسن ما كتب لينين صح كتابه الإمبريالية، آخر مراحل الرأسمالية، وهو من أجود كتبه، فيها أنظار جيدة وذكية ونوافق عليه، ممتاز، لكن هذا لينين كتبه. أما ماركس فكان أبدا. رؤساء الأحزاب الشيوعية عموما أيها الإخوة، الغربيين طبعا أتحدث عنهم، ما كانوش كثير متحسسين لمسألة استعمار الشعوب الأخرى، لا تعنيهم، لأن النظرية لا تعطيهم الاستعداد لهذه الحساسية الزائدة أبدا. موريس توريز هذا كان رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، من أنشط الأحزاب كان هذا في أوروبا الغربية، صحيح؟ كان يؤيد، مش كان غض الطرف،
كان يؤيد استعمار فرنسا للجزائر، صح؟ الاشتراكيون الديمقراطيون الكاوتشكيون يعني الذين يسميهم لينين الانتهازيين الأنذال السخفاء، دائما يسميهم كذا الأنذال الانتهازيين يسميهم السخفاء، أتباع كارل كاوتسكي الألماني. هؤلاء لما قامت الحرب العالمية الأولى نعم صوتوا لصالح الحرب، فانزعج، قال هذه نزعة شوفينية، هذه ماركسية شوفينية، يعني تعلي إيش؟ تعلي المسألة القومية الوطنية على أي اعتبار آخر، والمفروض أن تكون الشيوعية إيش في الأخير نزعة إيش؟ أممية، صحيح؟ عالمية ملهاش من آخر الاعتبارات الوطنية الضيقة، هذه الشيوعية أبدا. فهذه برزت حتى في الأحزاب الشيوعية نفسها، صحيح هي خارج عن النص إيش الماركسي اللينيني. على كل حال هذه أول نقطة ممكن نتكلم فيها كتير، بس نختصر. إحنا قلنا الشيء الثاني، إذا أيها الإخوة، ما دامت التناقضات بين الطبقات موجودة فالدولة موجودة، متى ستزول الدولة؟ إذا إيش؟ إذا زالت التناقضات بين الطبقات. كيف يمكن أن تزول التناقضات بين الطبقات؟ كيف يمكن؟ باستيلاء الطبقة التي تشكل الأغلبية، الجزء الأعظم من الطيف المجتمعي سواء، وهي الطبقة الكادحة بروليتاريا، طبقة العمال، طبقة الكادحين المسحوقين المساكين المغتربين عن عملهم وعن عرق جبينهم. إذا سالت هذه الطبقة البروليتاريا على إيش؟ على جميع الطبقات، وأخذت بالسلطة في الدولة في المرحلة الأولى، لأنه في الأخير حيصير ما فيش دولة، في المرحلة الأولى ستبدأ هذه التناقضات تخف تدريجيا حتى تضمحل بالكامل، وبالتالي نصل إلى مرحلة إيش؟ اللا دولة. هذا حلم الشيوعيين، يعني حتى فيش دولة، ممنوع، ضد ظاهرة الدولة، هم ضد ظاهرة إيش؟ الدولة. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ بالعنف. ولينين وماركس أيضا كانا متشددين جدا في هذه المقولة أو في هذه الموضوع، أنه ما في، لازم العنف، مرحلة معينة لابد من استخدام العنف. وفي رد لينين المشهور على إيش كارل كاوتسكي هذا، أكثر ما عنفه بسببه مسألة أن إيش كاوتسكي هذا وأتباعه هم من الأمية الثانية طبعا التي أسسها إنجلز، وطبعا يعني الخلاف والحاد الاستقطاب الحاد بين إيش الكاوتسكيين وبين اللينينيين، اضطر لينين أيضا أن يؤسس ما يعرف بالأمية الثالثة. الأمية الثالثة، الأمية الأولى أسسها ماركس مع جماعة آخرين، الثانية أسسها إنجلز، الثالثة أسسها الرابع أسسها تروتسكي، ليون تروتسكي. طيب، فهو أكثر شيء أخذه علي أن كارل كاوتسكي الألماني لا يؤمن بماذا؟ بالعنف. قال لا، ليش العنف؟ شو معه يفكر؟ بالطريقة السلمية، حتى ممكن بالطريقة البرلمانية، أحزاب برلمانية. قال له أنت خائن، قال له لفكر ماركس، هذه خيانة لفكر ماركس. في مرحلة معينة لابد من العنف، لابد من تعقيم كل شيء، العنف، عنف إيش؟ البروليتاريا، الطبقة الكادحة، ديكتاتورية إيش؟ البروليتاريا. اسمعوا الكلمة هذه، تبدأ بالعنف وبعد هيك حتمارس ديكتاتورية حقيقية لصالح نفسها، لصالح الأكثرية. كفى هذه الأكثرية سحقا ومهانة وذلا، خلص معي واستنزافا، هي الآن ستمارس ديكتاتورية لصالحها. ومن الذي سيقمع؟ الأقلية الظالمة، المضطهدة، أقلية إيش؟ المستكبرين، ستقمع من هذه الآية الأكثرية بالعنف. إذن بالعنف سيحصل إيش؟ هذا الشيء، بالعنف سيحصل هذا الشيء. طيب، بعد أن تحطم الطبقة الكادحة، هؤلاء المتشيدين وكثير من مرافق إيش الدولة وأجهزتها، ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ قال لك سوف كما قلت تبدأ تخف حدة التناقضات الطبقية شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن هذه الطبقة الكادحة حين تستلم إيش السلطة أو السلط أيها الإخوة، سوف تشكل إيش هيئة تشريعية تنفيذية، سوف يبدأ أو يبدأ ويصار إلى حل الجيش، لأن أيضا الشيوعية تؤمن بإيش؟ بالجيش، فيش جيش في النظام. هتقول كيف الجيش الأحمر أكبر جيش في العالم؟ عكس النظرية، عكس تماما. هذه المشكلة، إخفاق، إخفاق مخجل، مخجل. ما حدث إخفاق النظرية في العالم مثل هذه النظرية. يقول لك أسس العالم، يقول لك إيش شو بتكون الشيوعية، عملت دولة، عملت إمبراطورية. إمبراطورية شغل عكس نظريتك بالكامل. عاد إحنا أنت ولا ماركس يا عالم؟ يا يعني أنت ولينين وماركس في شيء ثاني، مستحيل. ما عملت شيء، عملت عكس تماما، سحقت الإنسان. فطيب، فلا يؤمنون إيش هم؟ لا يؤمن بالجيش المنظم، ولا إيش كمان بالدواوينية اللي هي إيش البيروقراطية، من بيروها بيروقراطية الدواوينية، يعني موظفي الدولة، كل الوظائف في كل أجهزة الدولة تسمى إيش بيروقراطية دواوينية، يسميهم ماركس وإنجلز ولينين عفوا أو إنجلز أيضا، يسمون البيروقراطيين والجيش المنظم المحترف، يعني الجيش المحترف مش الشعب المسلح، لا، يسمونهم ماذا؟ طفيليي المجتمع البرجوازي الطفيلي، باراسيت، باراسايت يعني، باراسيت بلغة أخرى، باراسايت طفيلي، باراسيتك متطفل الفعل الوصف، لأنه بيعيش على غيره، بتعرف الطفيل كيف حاله، وحتى عندنا في اللغة العربية التطفيل وحكايات إيش الطفيليين،
كتاب للخضير البغدادي، الإنسان الذي يأتي إلى موائد الأثرياء والغنياء دون أن يدعى وبوكل من غير ما يدعى، لكن هم بمعنى إيش؟ هم بمعنى إيه؟ إنه حيوان أو نبات إيش متطفل يعيش على غيره دون أن ينتج هو شيئا. فقال لك الجيش طفيلي، ليش؟ طيب لأن الجيش والبيروقراطيين الدوانين لا يساهمون في عملية الإنتاج. صحيح؟ الجيش بنتج؟ ما بنتج، مش قاعد هيك على أساس إنه بيحمي الأمن وكذا، بس ما فيش إنتاج. طب الدوانين هذول بنتجوا؟ قال لك بنتجوش. هذا كلام مين؟ ماركس وإنجلز ولينين، طفيليو المجتمع البرجوازي الطفيلي، لأنه حتى المجتمع البرجوازي نفسه إيش؟ طفيلي. ليش المجتمع البرجوازي طفيلي؟ يعيش على عرق مين؟ على فائض مين؟ على فائض أعمال إيش؟ الطبقة الكادحة المسكينة، تعمل له 10 بعطيها 1 بياخذ 9، طفيلي وقاعد وبتطلع بعض الأوامر. فهكذا لقبوهم. ولذلك قال لك إحنا في مجتمعنا الجديد ما في بيروقراطية، ما في جيش. بس كيف يا لينين؟ طيب أنتوا طوباوي معنا، يوتوبو يعني خيالي. لا هو كان أذكى مني، قال لن أكون طوباويا وأقول إيش نحن نحطم الدولة هذه مباشرة وكذا، لا، قال خطوة خطوة. مش مرة واحد، مش من أول يوم، ما فيش جيش، ما فيش دوانية. طبعا تقعوا في إيش؟ في فوضى مطلقة. وبتصيروا مع مين؟ مع جماعة الفوضويين. في مذهب اسمه إيه؟ الفوضوية، وكان ضد حتى الاشتراكية هذه، هو اشتراكي، مذهب اشتراكي. ويؤمن إيه أيضا إيه؟ بقضية المسحوقين العادل إلى آخره، وضد الدولة المتغولة إلى آخره، لكن لا يؤمن بالدولة مطلقا من البداية حتى النهاية. ما فيش دولة، المجتمع يقول نفسه خلاص هو هذا. بس كيف طيب؟ لم يقدموا نظرية في ذلك، فسموا إيش؟ بالفوضويين. ولينين برضو كتب عنهم كراسة مرة. على كل حال، طيب سوف تقعون في الفوضوية. قال لك لا، سوف نتدرج في ذلك عشان ما نكونش طبويين، سوف نتدرج. كيف حتتدرج طيب؟ انت عندك دولة الآن صحيح؟ وعندها أجهزة كثير جدا ومعقدة بشكل غير طبيعي. أجهزة الدولة، بدك انت عامل يجي من كذا أو فلاح مسكين أو برجوز صغير يأتي فجأة هيك يقود هذه الأجهزة؟ لا يستطيع، زي ما عمل محمد علي في مصر. وهذا أحد أسباب فشل إيش؟ خطوات محمد علي الإصلاحية في بناء الدولة المصرية الحديثة. جاب الفلاحين من الصعيد مرة على الساعة السريع، علمهم يكتب ويقروا ودخلهم على في المصانع، ما عرفوش. صعب يا أخي، هذه عمليات فنية وتقنية وبدها تدريب وبدها مهارات، مش مسألة قراءة وكتابة هي، صحيح؟ نفس الخطأ. فلينين قال لك طيب احنا فاهمين النقطة هذه، ايش حنعمل؟ حنستأجر. هذا جوابه، حنستأجر. شو ايش نستأجر؟ قال لك نستأجر من الطبقات الماضية. الحين هم أصبحوا مشروقين وسكتين، بنجيبهم بنجيب مثلا في وزارة الصحة، في وزارة المالية، في وزارة المواصلات، في وزارة الإعلام، في كل وزارات وفي كل الدواوين تحت هذه الوزارات وفي كل الغرف التابعة لها، بنجيب هؤلاء بالآلاف وبنستأجرهم وبنعطيهم أجور مدفوعة. يعني برجعهم إيش؟ العهد العبودية برضو إيش؟ العمل يعني برجعهم طبقة بيستاهلوا، ما بقولك طبقة كادحة. بس هل هذا الكلام برضو هوائي ولا مش هوائي؟ إيش هالدولة ما شاء الله اللي بحكمها شوية إيش كادحين، أو كثير حتى أغلبية إيه كادحين، أكثرهم جهلة وأحسنهم حظا يمكن بيكتب إيه ويقرأ يفك الخط، وبدهم يجيبوا إيش؟ ناس مؤهلين ويمكن أوفر حتى زيادة على اللزوم، عندهم خبرة واستأجروهم بالأجار. وطبعا أي أجار؟ قال لك طب كيف حنعطيهم أجور؟ إيش المعيار؟ قال لك هنا تعطينا كوميونت أو كومونة باريس المعيار. كومونة باريس باختصار تسمعوا إيش كومونة باريس؟ كومونة باريس بعد الثورة الفرنسية أيها الإخوة، لكي لا تقتل الثورة ولكي لا تعطى فرصة للثورة المضادة في باريس بالذات، إيش عملوا الجماعة ذو الثوار؟ عملوا انتخابات شارك فيها الشعب تقريبا كله هكذا، اشتراك مباشر. انتخب مين؟ انتخب من يمثله ومن يقوده، كان بلدية يعني وهذه البلدية الكومونة هذه المشاعة أو المشاعية، معناها مشاعة هي في الأصل، وطبعا هي كلمة قديمة قبل الثورة الفرنسية. في العصور الإقطاعية كانت تستخدم الكوميون، كوميون بمعنى قرية مشاعية، أخي موجودة واستخدمت في الدولة السوفيتية أيضا، استخدمت الكوميونات هذه الكولخوز إلى آخره. طيب فكومونة أو كوميونة باريس شبه بلدية عملها الثوار أيها الإخوة بانتخاب الناس، كل الموظفين فيها أو كل المتنفذين كانوا بانتخاب مباشر، ويمكن تغيير أي واحد فيهم في أي لحظة، إذا بدأ منه أي شيء غير يغير مباشرة. هاي أول شيء. اثنين، ما فيش علاوات بالمرة، ما فيش امتيازات، أي نوع من الامتيازات للجميع انتهى، والأجور من أعلى واحد إلى أدنى واحد متساوية، وهي أجور عامل يعني حتى الرئيس سواء، وحتى العامل كالناس في الشارع نفس الأجر بأخذ. هذه كوميونة إيش؟ باريس. ثلاثة، الشعب مسلح، ما فيش جيش نظامي. هذا اللي استلهم منها ماركس وإنجليز كل قصة إيش الدولة تبعتهم، كوميونة باريس أو كوميونة باريس، ما فيش جيش نظامي بالمرة. طب كيف حتساووا؟ ما فيش جيش. قالك الشعب المسلح، الشعب كله مسلح سواء، غير محترف صحيح لكن هو بدافع عن نفسه، وهذا الشعب يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ومن هنا ايضا ايش مناكده ومناقضه التفكير الماركسي غير الماركسي لينيني لايش للبرلمانيه، ضد البرلمانيه هم، ضد شو اسمه برلمان، وش بقول لك كله كلام فارغ، لانه هي الدوله تدار الراسماليه دائما خلف الكواليس، وما يتم في البرلمانات مجرد لعبه ضحك على الدخون وذر للرماد في العيون، قال لك فبنامنش فيها، فبدناش ايش اي مسعى برلماني. الكومون نفسها تحتكر ايش السلطتين التشريعيه والتنفيذيه معا. جهاز القمع تصور ليس جهازا منفصلا، الشعب نفسه ايضا ابناء الكومون هم الذين يقمعون كل من يستحق ايش القمع. هذه هي ابرز مميزات ايش كومون باريس التي الهمت ماركس وانجلز، مع انها لم تعش الا بضع سنوات وانتهت الى اخفاق الذريع. كيف يمكن ان ايه ان تستنبط نظريه انت وان تنظر وتقول ان توضع مستوى عالمي من تجربه بهذا العمر الضئيل جدا تصور، والتي لم تصمد امام ايش اختبار الحياه؟ كيف يا اخي؟ وين العلميه في الكلام هذا؟ ما في علمي، تعجل افكار هيك يعني بس. وهذا الذي حصل. فهم قال لك ايه، احنا نريد ان نستلهم كومونه باريس. ليش؟ لان هذه مساله خطيره جدا في الفكر الماركسي. ماركس في المانيفستو، مانيفستو عن البيان في المانيفستو الشيوعي 1848 تقريبا لما نشره انجلز لم يتحدث عن هذه المساله، ولذلك الان حتى في مقدمه الطبعه الالمانيه لاخر طبعه طبعها ماركس قال انا يعني مهم جدا لدي أن تضاف هذه الفقرة، هذا الباراجراف يعني إيش إلى المانيفستو تبعنا. إيش هو الفقرة هذه؟ إيش هو؟ إنه لابد من استخدام العنف صور، ولابد هذه النقطة المهمة جدا جدا من تحطيم آلة الدولة. ماركس يقول بالنص والفص، يقول في الماضي قبل الثورة الفرنسية كان دائما حال يجري إيش على هذا الشكل أو على هذه الصورة، يزاد إتقان، هو يقول إيه يعني إيه يحسنون يعني يتقنون، يزاد إيه إتقان وإحسان إيش آلة الدولة، وهذا بالضبط ما لا ينبغي أن يكون الآن، والذي ينبغي أن يكون هو إيش تحطيم الدولة بالكلية. ما بدناش دولة، وهذا الذي حصل وين في كومونة باريس. ما كان في دولة، ما في جيش منظم، ما في بيروقراطية، صحيح وكل الصفات اللي ذكرت. كان بدنا إحنا نصير هيك حتى على مستوى أوسع، وحتى على مستوى بعدين إيش العالم كله لما إيش يمتد هذا الأثر والنفوذ والتجربة إيش الشيوعية أو الاشتراكية. طيب فقال هاي بدنا نضيفها إلى المانيفستو، مهم جدا عندي. إيش هو تحطيم الدولة؟ على فكرة طبعا الأمية إيه الثانية كانت متنصرة من هذه الفكرة، تتغاضى عنها بالكامل. والكاوتسكيون، الشوفنيون، الانتهازيون، الأنذال، بوصفينين ما بانوش بالفقرة هذه، ولا كأنها موجودة عند ماركس. وعلى فكرة التناقض في فكر ماركس بشكل عام، لماذا هو؟ التناقض عفوا في فكر ماركس مش في فكر ماركس، فالفكر الماركسي يعكس التناقض في أفكار ماركس نفسه كشخص. يقول رجيو جارودي في كتابه الرائع جدا. وهو يعني تجربة نقدية ممتازة وجريئة كلفته ثمن كبير طبعا في كتاب ماركسية القرن العشرين، يقول كل شيء تريد أن تنسبه إلى ماركس تستطيع أن تجد عنده إيش ما يسند هذه النسبة. متناقض يعني هم مش متناقض، متطور فكريا الزلمة، صح؟ الخطأ بالعكس يعني هذا يحترم فيه الرجل، وأنه كان إيش بطور نفسه باستمرار، أهلا وسهلا من حقه كمفكر. لكن خطأ وين؟ لما تجعله أنت نبي تأخذ كل شيء قاله. وعلى فكرة هو يعامل كنبي، أنا من خلال قراءة الفكر المركزي يعامل كنبي حقيقي، كنبي. كيف إحنا الحين المسلمين بالعامل القرآن الكريم؟ يعني بنلاقي مثلا إشارة معينة في آية بنقول هذه الإشارة ممكن إيش نبني عليها نظرية اجتماعية، صح؟ هم بنفس الشيء بلاقوا كلمة تائهة ساقط هيك سخط من سخط إيش الكلام في طرف هامش لماركس، وماركس قال هيك معناها ممكن كذا كذا كذا، شو في الكلام هذا؟ بس هو ألف كتاب كامل ضد الكلام تبعك هذا، بس لأنه قال في يوم من الأيام كلمة هذه ممكن نعمل عليها إيه؟ يعني جنين نظرية كامل، كأنه كلامه إلهام يعني صفر عظيم رب فكر وحي كل كلام. بالعكس مفروض أن يقال فيه تناقض، صحيح؟ أو فيه مفارقة في تباين، وندرس هل قال الكلام هذا ماركس الشاب أو ماركس كهل أو ماركس الشيخ، صح ولا لا؟ ونأخذ بآخر ما قيل. ما تجعل شيء نبي كل حتى النبي عندنا يا أخي سبحان الله، رسول الله هو نبي، عندنا قاعدة في أصول الفقه دائما يوصل إلى آخر إيش الأمرين، صحيح؟ يعني في حديث جابر عبد الله وحديث صحيح قال كان آخر الأمرين من رسول الله صور إيش هو؟ ترك الوضوء مما مست النار. في الأول كانت وضأ بعدين بطل فخلص، فنأخذ إيش إنه بطل يعني شفته هو رسول هم لا، ما لا يترك أي شيء من كلام ماركس ما شاء الله. أي شيء كتبه خط وقلم وإيه المقدس في أي يوم من الأيام هذا ممكن نأخذ منه جنين نظرية ونتكلم فيه ونسوق فيه الأوضاع، ما يمكن بالطريقة هذه. ولك اشتراكي علمي مش فكر علمي، بالعكس هذا فكر تهويمي، فكر هوائي، فكر هوائي كامل. طيب فكمونة باريس هي إيش؟ فجاء السؤال الآن، طيب بعد أن نحطم الدولة، هذا السؤال التحدي الكبير هنا، مأزق النظرية الماركسية. بعد أن نحطم الدولة ماذا سنفعل؟ بماذا سنستعيض عن هذه الدولة أو من هذه الدولة؟ هنا السؤال خطير.
طبعا بعض الماركسيين بتعرفوا لك لا، لونين اجاب عنها في الدوله والثوره، وماركس اجاب لما قال ايش تقدم كومونه باريس لنا ايش نموذجا ملهما صور بميزاتها الاربعه، وعدد منها ماركس اربع ميزات مما عددت انا ذكرت انا. قال لك هيو ماركس قال الكلام هذا، هذا لا يكفي. ولذلك العالم المفكر الماركس ايضا الكبير ريمون ارون كان محقا حين قال لا تتجاوز النظريه الماركسيه اكثر من كونها نقدا قويا ليش للمشروع الراسمالي، وعبثا تحاول اذا اردت ان تبحث في تضاعيفها او في مطاويعها عن ايش عن شكل دوله، مش هتلاقي كلام فارغ لك، مش هتلاقي الدوله مش لعب دوله. يعني الان هذه الاساتذه السنين ايضا المشايخ زينا فكر الدوله لعب، فكر الدوله مسجد يديروه انه يلا نعمل نخطه انه كذا مش عارف باي طريقه عندهم ممكن نعملها بعضهم يعني، وبعدين نصل ونحكم. مساكين انتم، اكبر ورطه الدوله هذه، اكبر ورطه شيء ولسه ما جربتوهاش. ليس من السهل ان تقود دوله انت. ولذلك ما لم يكن عندك كما قلت تصور نظري واسع محيط معمق بشكل غير طبيعي سوف تدفع ثمن كل ثغره في النظريه صح، وبعدين ايه تحسب على الاسلام. خطا، هذا خطا كبير الان هذه ممارسه. طبعا جينا اخطاء في التجربه السودانيه، في التجربه الجزائريه، في التجربه الافغانيه، خلينا نقول السودانية والأفغانية بالذات صح ولا لا، حتى في الإيرانية، وكل هذا إيش لأن الوعي النظري ما كانش إيش مكتمل في البداية، ومن خلال التجريب الخاطئ والتخبط بصير مشاكل كبرى جدا جدا. الآن في التجربة السودانية مش هدخل فيها، يعلل ما حصل فيها من إيه من يعني أخطاء ومن تجاوزات بنفس التعليل اسمعنا قبل شوي، تعليل شخصي إنه شخص الفلاني، مش هنقول من هو، شخص الفلاني للأسف عنده نزوع إلى إيش المركزية. مش صحيح، مستحيل. لو كان البناء النظري الصحيح والتطبيق وفق البناء النظري الصحيح المستوعب لن تترك فرصة لا لهذا ولا لهذا إيش إنها تقتات صور أو تنتعش إيش غرائز التسلط وغرائز المركز وغرك عنده، مش هكون في فرصة أصلا. ومن هنا حرص سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه إلى يوم الدين على إيش، بس طبعا لم يعني يسعفه العمر سبحان الله وافته المنية. أنا متأكد عمر، لأن عمر سر عبقريته في الحكم كما قال الشيخ رشيد رضي رحمة الله عليه، عمر عبقري. والنبي قال لم أرى عبقريا يفري فريه أو فريه، وفعلا عبقري. في إيش عبقري؟ في الفقه كان في أفقه منه وهو عارف، في القضاء عليه كان أقدم منه، بدك في أشياء كثيرة كثير ناس كانوا يفقونه، بس لا تلاقيش في التاريخ الإسلامي كله يمكن حتى في الإنسان حقيقة من غير مبالغة رجل دولة مثل عمر الخطاب، مستحيل رجل دولة مثل عمر لا تجد، يعني صعب جدا جدا أن تجد يمكن في التاريخ كله حقيقة من غير مبالغة، رجل عجيب في هذا الجانب. إذا قال رشيد رضا عبقرية عمر كانت فعلا في إدراك إدارة الحكم ومعرفة السنن، سنن الله في الخلق وفي المجتمع. عمر كان رجل عجيب في هذا الشيء سبحان الله. فعمر كان إيش يحاول أن يمأسس لإيش، وهي أنا اليوم بدي أخلص أهم شيء أخلص إيه اليوم، إنه عشان إحنا كإسلاميين ما نقعش في نفس المطب وندفع إيه نفس الثمن البهظ الذي دفعه غيرنا، لابد أن نمأسس بعض الأفكار اللي عندنا ما نكتفيش بها كأفكار وتنظيرات. بالنسبة للشورى، ألم يحاول سيدنا عمر أن يمأسسها؟ حاول وعمل شيء اسمه إيه يعني إذا سمحين مجلس الشورى صحيح؟ مجلس حقيقي من الأنصار والمهاجرين ويرجع إليهم. ما اكتفاش بشورى هكذا يعني تهويمية الله نستشير أبدا، مجلس أعضاء موجودين كانوا من علية الناس وبحسب الكفاءة والاقتدار. حتى ابن عباس ولد عمره 20 سنة كان أحيانا إيش يدخلوا إيش في مجلس الشورى لأنه عنده عقل عنده علم عنده حكمة، تعال نأخذ من رأيه ليش لا. الجهاز الثاني اللي كان للأسف لم يعني إيه لم يسعفه العمر ولم يمهل ليمؤسسه إيش هو الرقابة، لا المال المال بالعكس دوين دون الجهاز الرقابة، الرقابة على الحكومة على السلطة مهم جدا. ممنوع نكتفي إيش إنه الرقابة إيش متروكة للأمة هكذا أيضا تهويما، أمر معروف نهي عن المنكر من رأى فيه اعوجاجا هذا كويس، بس إيش مش كافي، لابد أن يتمأسس هذا في شكل جهاز، وجهاز مستقل عن إيش عن السلطة، انتبهوا يعني ينتمي إلى الأمة أكثر من ينتمي إيش إلى الدولة، فهمتوا كيف؟ الآن وهذا يعطي إيش الأمة قوة بإزاء الدولة، قوة زائدة على ما أعطتها التجربة الإسلامية الحقيقية. هتشوفوا أنتوا التجربة الإسلامية على فكرة عبر التاريخ كانت فيها الأمة بشكل عام إذا نرزنها أقوى من الدولة، وهذا السر أن الإسلام لم يموت بحمد الله تبارك وتعالى. تعرفوا بالاستبداد اللي حصل في تاريخنا والقمعية اللي حصلت، في استبداد حقيقي في تاريخنا صار مخيف، قتل العلماء وقتل الناس وقتل الثوار صحيح كان ممكن ينتهي ينفق هذا الإسلام، لكن لماذا لم ينتهي؟ عوامل القوة أكثرها ظل بيد إيش الأمة حتى الجانب المالي. واحد يقول لك لا ما هم لا 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 ما تتحدثش عن مال عن مال الفيء والغنائم صح، كان يأخذها السلطان الخليفة ويلعب فيها يباع ثير ما فيش مشكل عنده هذا، بس مش هذا مال الأمة. في عندك وسائل إنتاج في يد مين كانت هذه؟ في يد الأمة صحيح. في عندك إيه جسم رأس المال تبع الأمة كان في يد مين؟ في يد الأمة. وكيف كان يفتت؟
غير الميراث وغير الصدقات وغير كذا كذا كذا، الأوقاف والأحباث والمشاريع الخيرية. أمه كانت غنية الحمد لله تبارك وتعالى. والضربة اللي فعلا ضربت بها للأمة بدأت مع محمد علي للأسف الشديد، لما ألغى نظام الأحباث والأوقاف، صح ولا لا، أمم الأراضي أخذها إله للدولة، بدأت الأمة تضعف. الآن في الدولة العربية الحديثة لدولة مركزية متغولة، فعل الأمة أصبحت ضعيفة. ومن هنا بنستغرب ليش هذا الخنوع عند العلماء، ليش الخنوع عند المفكرين. الدولة متغولة، العالم يأكل من كيس الدولة، صح؟ المثقف يأكل من كيس الدولة، الشيخ من كيس الدولة، المنبر من كله بالدولة، ما فيه. فالدولة إذا إيش مسكت السلطة والأمن والجيش والمخابرات وأرزاق الناس، انتهت الأمة، ما فيه. أمة ضعيفة عندك السير، ضعيفة جدا جدا، صعب، مسكينة، مخنوقة، ما في مسام إلها. بس عبر التاريخ لم تكن كذلك أمتنا، صح ولا لا؟ كان عندك كثير منافع تتنسم منها إيش الخير، الحمد لله والعافية، فكانت معافاة وقوية سبحان الله، وصمدت. الدول كانت تسقط بسهولة، صح؟ ابن حزم حدثنا عن إيه؟ عن 12 خليفة وأمير مؤمنين بويعوا في يوم واحد في الأندلس، ما شاء الله، ممزقة كانت. لكن الأمة بشكل عام سبحان الله بمرجعيتها النصية القرآن الكريم والدين وكذا، كانت قوية معافاة الحمد لله تبارك وتعالى. هذا فرق كبير على الفكرة، وهذا يرجع فقط لشيء واحد، لقدسية النص. النص كان حاكما على كل شيء. ايش يخلي الأمة تكون بهذه العافية وبهذا الغنى وبهذا الثراء وبهذه القوة؟ الدين اللي هو ايش؟ متجسد في النصوص بالذات. النصوص هي على كل حال مسألة ثانية. نعود إلى ما كنا فيه. فهو قال لك ايه؟ نستلهم كومونة باريس، هذا الحل عندنا، نستلهم ايه ونعمل زيها، لكن زي ما قال إيه لينين بالتدريج. أول شيء عنف، وبعدين نستأجر، قال لك نستأجر رجال الدولة، نستأجر بيروقراطيين. هل هذا الكلام صحيح؟ مش ممكن. تعرف ليش؟ أنت لما تستأجر أنت أي مثلا بروفيسور كبير جدا جدا، علامة، كاتب 300 بحث بمرتبة عالم، وتحطه وتعطيه إيش هو؟ نفس أجر الفراش اللي بيشتغل عنده. هذا ما بديش أشتغل، أحسن أقعد في بيتي أفضل وأشرف لي أمارس بحوثي. وهذا حصل. أنا درست سنوات في غزلافيا، وحصل مرة قصة قبل أن آتي أيام تيتو، جوزيف تيتو، كان فعلا البروفيسور غالي في الطب ياخذ اجر ايش؟ الفراشه. ما في هيك، كان عامل جيتو. فحصل مره ايش؟ انه هذا الفراشه ايش؟ قاعد تمسح وكذا كذا كذا، ومر بروفيسور جراح كبير، واستاذ في الجامعه ايضا، فلم توسع له وظل كذا. قال لي طب ممكن توسع لي معي كذا؟ قلت له انا مثلي مثلك، مش افضل مني، انت بتاخذ، شوف عامل يعني بتاخذ زي، انا باخذ زيك. طبعا هذا النظريه المركزيه، انه الناس ايش فقط من الناحيه الماديه. لا يا اخي، في اسباب اخرى لتفاوت الناس بصراحه، في فروق حتى فردية سبحان الله. فقال لها ممتاز، هالقصة عقيدة صارت، شلح المنتيل تبعه، قال لها ايه، انا رايح الان بدي اعطي محاضرة في التشريح، تفضلي، انا حمسح مكاني، ما عنديش مشكلة، حمسح الان، حمسح، عايزك تمسح في دقيقة، حيتعلم المسح في دقيقة هو، عشان تتعلم تصير هي بروفيسورة في التشريح بدها 50 سنة. الغبية هذه فكرة، صح ولا لا؟ انا غبية فعلا، هي تتعامل مع عالم بطريقة هذه، الانسان هذه بليدة. قالها وشرح فعلا واحرجها، وبدأت تتوسق، قال لها لا ما فيش، بدنا نحط حد العبث هذا الحين عاد. شو المشكلة هذه؟ 50 سنة في العلم وعيوني راحت، تقول لك لا زي زيك. قال أنا حمسح. شوف ذكي جدا كان، يعني بالطريقة هذه، أنه هو شطب بصق على كل أفكار ماركس لينين حقيقة، كلام فارغ يا أخي، وأفكار كومونة باريس، شو الهبل هذا؟ قال أنا حمسح، روح أنت إيش؟ أعطي محاضرة. منيح ما قال أعمل عملية جراحية في الدماغ ولا في القلب، مصيبة. لا تستطيع. فقال لك حنعطيهم إيه؟ أجر عامل واحد كلهم. اللي حصل عمليا أنه لينين نفسه مشروعه تطبيقي فشل، ما قدرش. الناس فعلا في صار نوع من تصلب الشرايين في الطبقه حتى العامه نفسها، الا مبالاه عاقبوا الدوله بالكسل كما يقال، بالسلبيه ما بدناش. فسنه 1922 ايش عمل لينين؟ معروف النيب، اللي هي السياسه الاقتصاديه الجديده، نيب اسمها. قال لك لا، بدا ايش يعني يمد جسور الثقه مع البرجوازيين. قال لهم تعالوا تخيل الله، ما فيش مشكله، ملاك الاراضي، كولاك، تعالوا كولاك خذوا أراضيكم، أممناها، لا لا خذوها خذوها مش مشكلة. البرجوازين قالوا تعالوا خذوا المصانع، طبعا ملاك المصانع أخذت منهم المصانع، صحيح. فهذه بعد إيه يعني أن أخذت من ملاكها، هاجرها إيش المهندسون والفنيون وكبار الخبراء كمان، وقفت الدولة كلها. قالوا دخيل الله خذوا، ما فيش عنده مشكلة، ما كذا. وبدأ الزلمة إيش يأخذ أفكار إيه رأسمالية من جديد، لينين نفسه، وسمها سياسة إيه؟ السياسة الاقتصادية الجديدة، نيب. بس يعني أكتوبر 17، خلينا نقول 18 معناها، يعني 18 19 20 أربع سنوات، أربع سنوات كله في شيء. لينين نفسه مش استرينا، لينين دفع الثمن، وهو بنظر الهبل هذا اللي كتبوه مش صحيح، مش صحيح. ليه؟ زي ما قلنا، لأنه ما قدرش يفهم أيضا هو ولا ماركس ولا إنجلز تناقض الإنسان في يا أخي. الإنسان هكذا الله لما خلقه تبارك وتعالى، الإنسان يقوم حتى على مبدأ حب الاعتراف، مظبوط ولا لا؟ يعني ليس إيه من علم كمن جهل، مستحيل، صحيح في مساواة. أصلا ما معنى المساواة؟
هو نفسه ماركس وإنجلز ولينين يقول صواب أن المساواة نفسها لابد أن نحدد معناها بدقة. الحين الناس تكون بتحدث عن المساواة صحيح؟ طيب هل تؤمن أنتم بأن المساواة قيمة كقيمة كفاليو يعني ممكن تتحدث ذاتيا بلغة الفلسفة؟ يعني هل هي قيمة مطلقة؟ يسمونها مطلقة أبسلوت. هل هي قيمة مطلقة؟ مستحيل بالذات المساواة. العدل ممكن يكون قيمة مطلقة، ممكن ناقش في المسألة هذه، بس المساواة لا يمكن تكون قيمة مطلقة. العدل قيمة مطلقة كيف؟ أنت مأمور أن تعدل من خلال ديننا مع من تحب ومع من تكره، مع الكبير مع الصغير، مع الأسود مع الأبيض، مع المسلم مع الكافر، مع الكل، حتى مع الحيوان، صح ولا لا؟ بدك تكون عادل. العدل هو وضع الشيء يعني إيه؟ ضد الظلم في موضعه. الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وجدت أكثر من مستشرق هجزته هذه الآية والله، قرأت أكثر من تعليق في فترات متباعدة، الأكثر المستشرق معجبين جدا جدا بهذه الآية ومن خلالها أعجبوا بالإسلام كله. دين عظيم، وين تلاقي هذا؟ ولك حتى لو هو عدوك وبده يقتلك أيضا هذا إيه لا يحملك على إيه؟ على أن تجافي العدل حين تتعامل معه. خليك عادل، اعدل. اليهود المرة إيش صار في نقاش بينه وبين جماعة من أيام سيدنا عمر، في خلاف سيدنا عمر جاني يأخذ ضريبة تبعت الأرض كذا ومش عارف إيه، هو تلكأ وماطل، فالمهم غضبوا منه وهددوا، قال لهم طيب كويس يعني هل هذا يعني يحملكم على ظلم؟ قالوا لا، ظلم لا، لن نأخذ إلا حقنا. قال بالعدل قامت السماوات والأرض. عرف ليش هم منتصرين مسلمين؟ قال عشان هيك معناها منتصرين. قالوا مش هنظلمك إحنا. الزلم الجائي وهو قاتل إيش أخي سيدنا عمر في الجاهلية أجا وبتكلم مع عمر بغلاظة هيك وكذا، وعمر قال له لا لن أحبك، قال له عمر بقى حتى تحب الأرض الدم. قال له يا أمير المؤمنين وهل يحملك هذا على ظلمي؟ قال له لا. أقل له فلا أسعى الحب للنساء، روح تحب ما تحبني. شوف في جرأة خاطب أنت يعني أمير المؤمنين، قال له لا أسعى الحب إلا النساء. مش هضمك، مستحيل أضمك، مستحيل. هل الإسلام حدثني واحد من تلميذ الشيخ أبو زهرة، شوف هذا مش غير المؤمنين، هذا شيخ فقيه مصري كبير إمام رحمة الله عليه، توفي في السبعينيات 72 تقريبا رحمة الله عليه، أبو زهرة تلميذه هذا مباشر أخ سوري، قال لي كنت كذا كذا وأنا كنت ناصري، وهو بكره شو اسمه عبد الناصر أبو زهرة، لا عبد الناصر كان ضد عبد الناصر طول فترة، عبد الناصر كان في القوم الجاهلية مسكين ممنوع كذا، ممنوع يطبع له شيء، ممنوع أي شيء، لا في الإذاعة ولا في التلفزيون، انبهدلوا. وطلب حتى قال ما فيش واحد من رجال الثورة يعني الشباب الممتازين يطلع ينتف ريحة الشيخ العفن ده وكذا، طبعا ما فيش واحد جرى عليه شيخ عالم رحمة الله عليه، فكان يكره شيء اسمه عبد الناصر وهذا ناصري. فمرة المهم بتكلم كذا بنتخذ تجربة الناصرية، فقال فقمت له أنا ورديت عليه فغضب غضب شديد، الله يلعنك، قال لعني الله يلعنك، الله يطلع برا، قال طردني من صوت المحاضرات وكذا. وقال بعدين جاء الامتحان قلت لهم قانون، قال انا ارتكب، قلت خلص حيرسبون. فقال امتحان الرجل وكان متساهل معي واعطاني عليه ممتازه، وقال من ذلك اليوم وانا، قال لي اليوم رجل كبير، هو حدث بخصوص رجل كبير يعني عجوز، قال لي احب هذا الشيخ حبا جما، انقلب موقف منه الى حب يعني شبيه بالتقديس. وقال سالته قال له لا يا ابني لا، الخصومة الفكرية شيء والعدل شيء آخر، دين في وازع داخلي، تخيلوا. القانون هي ملوش علاقة، القانون رادع صح، بس الوازع ما ينشئ إلا إيش؟ إلا الدين. مستحيل، لا يمكن القانون القضاء والمحاكم تخلق الوازع الداخلي، صح تعمل لي رادع مظبوط بخاف، لكن الوازع هذا شيء إلهي، خوف من الله اللي كان يسميها كانت إيه المحكمة الداخلية، هذا شيء من الله. والدين الإسلام بالذات سوى الإسلام بالذات. فعمر كان يحاول إيش أن يؤسس إيش مسألة الرقابة على الحكام، لو أمهله إيش كما قلنا إيش الأجل، بس لم يمهله، ولذلك لم يؤسس، لم يعني لم يتم المؤسسة، وهذا كان نقص كبير. لكن متأكد لو عاش كان سيؤسس هذا، أن تكون إيه هيئة تراقب، طبعا مش هتحدث عنها كيف ممكن تكون، هذا موضوع ثاني قابل للتفكير وقابل حتى للاجتهاد، لكن تنتمي إلى الأمة أكثر من انتماء إيش إلى الدولة، وتراقب بصرامة كل أجهزة الدولة وكل ممارسات الدولة. تعرفوا ليش على فكرة؟ أي فكرة غير مؤسسة تضيع، وممكن إيش تعود بالنقض على ذاتها بالتبرير والتسويق وتدمر نفسها على فكرة. ليش؟ مش أنا متناقضة، لتناقض الإنسان نفسه بيستغلها باستمرار. يعني في رجل هو رئيس المحاكم العليا في أمريكا، يعني أكبر خاطئ في أمريكا، خاطئ كبير جدا، حدث عن نفسه ذكي، ونازل مرة من السيارة فيقول له إيش السائق تبعه، سائق السيارة، قال له يا سيدي لا تنسى أن تعدل. قال له ماذا؟ أنا لا أعرف هذه الكلمة، شو عدل؟ لا أعرف هذه الكلمة. قال له كيف؟ قال له لا أعرفها، لا أؤمن بها. تقول لي أعدل ماذا؟ لا أعرفها. قال له كيف؟ قال له أنا أحكم بالقانون. صح، ذكرناها في درس سابق، صح ولا لا؟ أحكم بالقانون. قانون يعني إيه؟ هو العدل ممأسس، صح ولا لا؟ عندك ما في واحد اثنين ثلاثة دد 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 دد. لو ترك الأمر إلى الضمير الشخصي يقول لك يلا اعدل، فكل مسألة حتبدأ تلون أنت حسب إيش أهواءك الشخصية وتقديراتك الذاتية، صح ولا لا؟ وقد تظلم أكثر مما تعدل.
لكن المسألة تقنن، معنى تمأسس مفاهيميا كما يقال، هذه مأسسة مفاهيمية للعدل، صحيح؟ مش مأسسة حقيقية يعني، استبيرش لا. فالمسألة خلاص تصبح مضبوطة إن شاء الله، في الشورى، في الرقابة، في كل شيء تنجح المسائل. والغرب نجحاته حتى المحدود في هذه المسائل بفضل هذه الفكرة، بفضل إيش؟ المأسسة لبعض هذه الأشياء تنجح. من غير مأسسة لا، لا يمكن تنجح، لا يمكن إيه أن تنجح. فهذا إيه كلامنا عن موضوع النقطة هاي. طيب، فهم قال لك إيه، بدنا إيش نجيب جماعة من الناس نستأجرهم، قلنا هذا كلام وهمي، لنين نفسه إذا ما قلنا إيش في التجربة فشل فيه في الكامل وما نجحش، أخفق وعمل اتخذ سياسة جديدة مختلفة تماما، صحيح؟ موضوع العنف، التغيير بالعنف على فكرة، نأتي فقط إلى المؤتمر 20 بعد موت ستالين، حين قام نيكيتا خروتشوف، هذا أشهر مؤتمر شيوعي لأنه هذا كان فضيحة، فضح التجربة الشيوعية الداخلية في السوفيتات، يعني المشايات العمال هذه والجنود، فضح كل شيء. فقام خروتشوف وقدم تقرير السري واللي ذكر فيه أصعب عبارة، قال إن ما حدث في الفترة أو في العهد الستاليني فاق بشاعة وإجراما ما حدث حتى في العهد القيصري. كانت عبارة مزلزلة، مستحيل، أسوأ، قال لك أسوأ من العهد القيصري من كثير من النواحي، أو في كثير إيه من النواحي. طيب المهم مش هذا اللي قصد، إيش عمل؟ وهذا المؤتمر 20 أيضا، ولليوم أكثر الأحزاب الشيوعية تصادق على ذلك، أكثرها في الشرق الغرب، قال لك لا، بدنا نعود نحيي طريقة ونهج الأممية الثانية اللي هي إيش؟ الاشتراكية الديمقراطية الشوفنية الانتهازية النذلة السخيفة، كما يصفها إيش؟ لينين. إيش هذا ما قلتهم في إيش؟ إنه التغيير السلمي، أحزاب برلمانات، ما تقوليش عنف ومعنف. ليش طيب؟ لأنهم دفعوا ثمن هذا العنف دماء غزيرة، 24 مليون. باختصار أيها الإخوة، قال لك حتصل البروتاري هذه، حتمتلك وسائل إنتاج، وسوف تحكم هي، وتشرع هي، وتنفذ هي، وبعدين تضمحل الدولة بالكامل، سلها ديكلاين يعني اضمحلال، وننفذ إيش؟ المبدأ الشيوعي الجناتي، من كل حسب جهده، ولكل حسب حاجته، ولكل حسب حاجته عفوا. طيب، هل حكمت البروتاريا فعلا؟ لما أقول لي سوف تحكم الطبقة الكادحة، هل حكمت الطبقة الكادحة؟ لا. واللي عمله نين نفسه أنه عمل إيش؟ تنظير للحزب، حزب الطليعة، صحيح؟ قال لك في حزب، هذا الحزب، قال لك حزب الطليعة، طليعة الحزب يعني، هذا الحزب، طليعة البروتاريا عفوا، هذا الحزب سوف نربيه على الماركسية الحقيقية، يقول لينين، مش الماركسية الانتهازية الكاوتسكية، لا، قال الماركسية الحقيقية، بحيث لا ينفصل قادته عن إيش؟ عن طبقتهم. قال لأن الانتهازيين الاشتراكيين قد انفصل جماعة منهم من العمال عن طبقتهم، واستطاعوا أن يديروا أمورهم بشكل جيد مع الرأسمالية، ونسوا هموم إيش؟ الطبقة. قال مش هنعمل هيك، هنعمل تربية، تربية روحية ما شاء الله، هنعمل تربية بحيث ما ينفصلوش. وهذا الحزب المتعلم جيدا ومتربي جيدا ومتروح ماركسيا جيدا سوف يعبر ويمثل ايش؟ تمثيلا كاملا مطلقا ايش؟ الطبقه. في الحقيقه هذا الكلام حصل، حصل العكس تماما، انه هذا الحزب فعلا اجى حكم باسمها هذه الطبقه. وهنا الاشكال، انه حسم باسمها، وايش قال؟ نحن الدوله، والدوله هي البروتاريا، والبروتاريا هي الدوله، والحزب هو الدوله، والحزب هو البروتاريا، نفس الشيء. المشكله الان ايش هذا؟ أما وسائل الإنتاج سموه تأميم، أخذها كلها أساس للدولة، صحيح؟ وهي حين ليست إيش للناس، وإنما إيش للمتنفذين، تقاسموها. بعدين ممنوع الآن أي واحد يرفع عقيرته بنقد، أو بمحاسبة، أو باحتجاج، أو بمطالبة. ليش؟ كيف الطبقة تقوم ضد نفسها؟ ممنوع، نحن البروتاريا، صحيح؟ على فكرة في تجربة عربية تمارس نفس اللعبة القذرة هذه، نفس الشيء، ولك احنا الشعب، والشعب اللي بحكم، والشعب اللي بقول، نفس الأكاذيب، سبحان الله، تحت أسماء أخرى، ونفس المحتوى، نفس المحتويات والمضمونات، سبحان الله، المشمولات، فممنوع أنك أنت إيش من الطبقة الكادحة وتيجي تنتقد إيه الحزب اللي هو الدولة اللي هو البروتاريا، اللي هو طليعة إيش الطبقة، كيف تنتقدنا؟ تنتقد نفسك أنت قاعد بتدمر نفسك، لا، سوف تقمع إذن، وأنت تنتمي إلى البرجوازية، أنت برجوازي قذر، فتسحق. ومن هنا تم سحق كثير من الناس، صواب؟ صح، برر السحق هذا، ستالين كان عنده مبرر السحق هذا، صحيح؟ ممنوع، لأن أنا ستالين، صواب؟ أنا إيه في رأس الحزب، والحزب يمثل إيش؟ هالطبقة الكادحة هذه، فالحزب هو الطبقة والطبقة هي الحزب، ممنوع أي واحد يتكلم، وأي واحد بعارض هي الطبقة معناها ضد الطبقة، فبدأ نسحقه، لأن النظرية نفسها بصراحة تبسيطية بشكل غير طبيعي، لما تقول لي إيه؟ أنا إيه الطبقة سوف تثور، وبالعنف وتحكم. بل ستحكم دايركت يعني ولا ان دايركت؟ لا، قال لك يعني مش يعني دايركت يعني، لا، الحزب حيحكم. الله، طب وين مدى الانفصال والاتصال؟
طب انت يا لينين نفسك ادركت انه ايش الاشتراكية الديمقراطية هذه، ان هذا ادركت انها ايش تم فيها انفصال بين ايش، بين الحزب وبين مين، وبين الطبقة. لماذا تم الانفصال هذا؟ ممكن يصير عندك وصار عندك بشكل واضح، نفس اللعبة صارت، نفس الشيء، نفس الاستعصاء صار وانفصال، وزاد هذا الانفصال مع الأيام. صحيح، هذه واحدة. اثنين، هل فعلا ألغي الجيش النظامي؟ لا. وهل صار الشعب كله مسلح؟ بالعكس، جيش من أكثر الجيوش الجرارة عنفا وعدة وعتادا في التاريخ، اسمه الجيش الأحمر. صحيح، جيش رهيب مخيف. طبعا كل الشيوعيين أبلسوا وأسقط في أيديهم لما شافوا هذا الجيش اللي هو مفروض أصلا ألا يكون الجيش، مفروض ألا يكون وفق النظرية. راح اجتاح إيش أفغانستان، بعدين راح اجتاح تشيكوسلوفاكيا، هدد باجتياح بولندا، دخل على شعوب اشتراكية ثانية، صح ولا لا؟ وقاعد يمارس القمع شو هذا؟ بالعكس، العكس نظير تماما يعني. صحيح، وفضلا عن القمع الداخلي، لما صدرت الأراضي أنت وسائل إنتاج، هل أعطيتها للشعب وأعطيتها للناس فعلا وأدروها هم ولم يتغربوا بعد عن عملهم؟ الحصل العكس تماما. تسمع بمعسكرات ايش الجولاج هذه اكيد سمعتوا فيها، الجولاج، الجولاج هذه معسكرات العمل الاجباري الفلاحي، كان لينين يجيبهم بالملايين، كانوا بالملايين ياخذوهم يا حرام مثلا من المقاطعه هذه يودوهم على بعد 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر، يلا اشتغلوا المزارح هذه وبسلاح فوق رؤوسهم، اي واحد يهرب يقتل مباشره، انه ضد الدوله، ضد البروتايا، ضد مصلحه الامه، يقتل. قبل ايام يعني ممكن شهر شهر شوية نزل كتاب عن الجولاج كتاب غربي طبعا مخيف، يذكر حقائق مخيفة عجيبة، والكتاب هذا مبني على شهادات طبعا من بعض الناس الذين لا زالوا أحياء. أوسخ شهادة قرأتها صور في عرض هذا الكتاب، فأنا قرأت عرض له في الحقيقة، رجل يحدث عن نفسه كيف أنه استطاع أن ينجو هو اثنان من أحد المعسكرات الجولاج، العمل الإجباري الفلاحي تحت ستالين، فهرب، قالوا وطير الطريق مش عارف عبر كم يوم ولم يعني نذق كما يقال طعم ايش؟ طعم النوم ابدا ولا لحيظة. لماذا؟ لان كل واحد منا كان يعلم ان الذي ينام قبل سوف يقتل من شدة الجوع، جوعوهم بشغلوهم شغل بالسخرة وتجويع يا حرام المساكين، وهذول هربوا صور وجحنين ومتبهدلين وما فيه، هرب بالجحيم فضلا ياكل اخوه على ان يضلوا في الجراج. هذا شو هذا؟ شل الحياة هذه وفي الأخير قال ما فيش قدر الله نافذ، طبعا أحدهم نام فأكل، أكلهم اثنين مزعوه قتلوهم نايم أكلوه، وبعدين إيش تدور الدائرة على أحدهم أيضا، ألاف الكيلومترات مساكين يا حرام، واصلوا قال لك المسير وخايفين، خايفينهم يعني يستدركوا ولا يعني يلحقوا بالأثر. وفي الأخير نفس الشيء برضو يقول إيه الآخر، هذا صاحب شهادة لازال حي اليوم، قال الآخر نام فأكلته، ولما وصل مش تقريبا لموسكو مسكوا، كان ايش في حقيبته الصغيره بعض اجزاء لحم هذا الانسان. هذه الجنه الشيوعيه، جنه ماركس ولينين وانجلز وستالين. فيقول لا خطا ستالين، لا خطا النظريه، النظريه غير واضحه، نظريه هشه اختزاليه تبسيطيه، لم تتحدث بطريقه واضحه عن اي شيء وغير علميه حقيقه، شفت ولم تدرك التناقضات كما قلنا، وبالذات تناقضات الانسان نفسه لم تدركها، تتحدث عن تناقضات طبقيه بس، في تناقض الانسان نفسه الفرد. يعني إذا استالين نفسه بتناقضاته الذاتية دفعك كل هذا الثمن، فممكن يكون في مليون استالين كمان، صح ولا لا؟ مليون استالين ومليون مليون كمان. هذه القضية، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سوف نكمل الكلام مع مقارنة كما قلنا بالتجربة الإسلامية في العهد النبوي والعهد الراشدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إذا في أي إضافة أو استفسار أو أي شيء تفضلوا. اليوم نوجه نفس النقد للحكم الإسلامي أنه لم يكن لديه الآلية أو الجهاز الوقائي لتغول السلطة. نعم، هذا ما سنسمع عنه الرد في المحاضرة الجاية إن شاء الله. أنا عملت المحاضرة عشان هذا الموضوع بالذات. يعني هذا الكلام يقال كثيرا دائما، إنه حتى التجربة الإسلامية غير معصومة من نفس الشيء. لا، هتشوف إنه في آليات معينة عندنا، تصور آليات معينة لا يمكن أن توقعنا في نفس المطب بهذا العنف اللي حصل في التجربة الشيوعية. لا، إن شاء الله. وبعدين شوف النتيجة اللي حصلت. عبر التاريخ الإسلامي كم مرة سقطت الدول؟ الأمويون الظلمة، العباسيون الظلمة، المماليك القتلة، العثمانيون مش عارف إيه، صحيح؟ هل في مرة من مرات الأمة حدث لها نوع من ردة على الدين؟ يلا بلا دين بلا إسلام، هل مرة حصل؟ لا. بس الاتحاد السوفيتي هذا أول بس ما نفق طلعت روحه منظرين ماركسيين كبار روس الآن هم الآن ينعقون بالعولمة، يعني مع الفكر الرأسمالي في أسوأ تجلياته،
كفروا بكل شيء اسمه ماركس ولينين بالكامل. يا سيدي بلاش بلاش، انا اقول لك بلاش هيك. لينين لما جاء اول نقد قدمه، قدم لمين هو النقد؟ وقاسي جدا جدا، نقد للانتهازيين السخفاء الانذال اللي مش عارف ايه، خونه الفكر الماركسي للأمومية الثانيه. صحيح اللي اسسها انجلز نفسه، وفي فكر ماركسي موجود. بعدين راح لينين اجى ستالين، خروشوف قدم نقدا حارا لمين؟ ستالين، صح ولا لا؟ وقال لك اسوء من القياصره، اسوء من التجربه القيصريه. راح خروشوف اجى مين؟ برجنيف، تكلم عن ايه؟ عن خروشوف بمثل ما تكلم به خروشوف عن ستالين، قال من اسوء الفترات في حياتنا. راح برجنيف واجوا الجماعه هذول، بعدين جاء ايه؟ غورباتشوف، انتقد كل السابقين. في الاخير وصل ايه؟ كما يقال غرق نميه البلد لمين؟ لماركس نفسه. اصبحت افكار ماركس نفسها مستهدفه، يعني افكار فيها خلل كبير، فيها تزاوي العلميه، ما ظلش واحد معصوم. هذه المساله سوا. فاحنا لو قلنا ايه انه هذا ايديولوجيا والاسلام ايديولوجيا زي ما يقولوا هم، او هذا دين وهذا دين، وفعلا ماركس على فكره تحول الى دين حقيقي، دين عنده طقوس وعنده الكهنه وعنده انبياء وعنده كتاب، دين بالمعنى الحقيقي على فكره. وانا وجدت حتى في بعض الكتب، في بعض كتب لينين، في بعض كلماتي ايضا، تعرف الفاظ دينيه هو مش شاعر فيها على فكره، لو شاعر فيها مش ممكن يستخدمها. ما معنى كلمه رده؟ تقول لي رده، هذا مصطلح ديني صح ولا لا؟ الرده تستخدم لي رده عن الفكر ماركس عده مرات تستخدمها، هذا مصطلح ديني ما في يخضع له هو. فلم يحدث بحمد الله احنا رغم ايه تجارب سقوط الحكومات والخلافات والسلطنات مرات عديده، انه الامه في يوم من الايام كفرت بالنص. بالعكس ما الذي يحدث طيب؟ ان الامه كل ما يضغط عليها وكل ما تشعر بالاستبداد وبالظلم تجأر بالنص، ترفع القران الكريم. ليش طيب؟ لانه هذا النص عكس النظريه اللينينيه الماركسيه، واضح جدا جدا في انحيازه الك والي، في انحيازه للمستضعفين، في انحيازه للناس، واضح جدا جدا موقفه من الفراعنه والمستبدين والمترفين في الارض والفئات المتسيده بالباطل هذا، صح ولا لا؟ والطفيليين يعني بالاصطلاح اللينيني، جدا واضح. فكل اللي حصل تعرف ايش هو؟ مش انه تجلي وتمظهر للنص لدى التطبيق، بالعكس خيانه وخياسه للنص، تجاوز النص. لكن تجربته هي بالعكس عكسة النص. انت بتلاحظ في الاخير تجربه ستالين نفسه هي مجرد اخضاع الواقع للنص اللينيني الماركسي، اخضع الواقع هو، وهو الخطا. يعني هم لو تعاطوا حتى مع النظريه الماركسيه اللينينيه على انها ايش؟ نظريه في الاجتماع، تصور في التغيير، في الثوره، في الدوله، في اي شيء يا سيدي، كان الوضع حيكون احسن بكثير مما حصل. ليش طيب؟ لانه بمنطق يعني بنقول لك هذه نظريه والله اكتشفنا فيها جوانب قصور، مش حنأمل، حنعدل، حنضيف، حنقيم، صح ولا لا؟ كان بنجح. لكن منذ البدايه صور اتخذوها ايش هم؟ كخطه عمل سياسيه، انتبهوا، كخطه عمل سياسيه. ما الفرق بين الموقف ايش؟ السياسي والموقف العلمي؟ الموقف السياسي اقرب الى الموقف ايش؟ الديني، او اقرب الى الموقف الايديولوجي. السياسة عموما على فكرة، أوضح لكم النقطة هذه، السياسة عموما أيها الإخوة لا يمكن تتوسل منطق العلم الحقيقي، تفشل، انتبهوا، تفشل. ليش؟ السياسة لابد أن تقوم إيش؟ على هذا المحور الرئيس، تبسيطية واختزالية للأفكار إلى إيه؟ إلى درجة تخفيضها إلى شعارات، انتبهوا. وهذا يسمى بالأسلوب إيش؟ الفكر التحريضي. لينين كان يمارسه على فكرة، لينين، أنت الحين لما تقرأ لينين، أنت تقرأ أي مجلد له، ما بتلاحظش أنت قدام أكاديمي حقيقي، لا، لا، قدام محرض سياسي. قدام محرض وعارف واستخدم كلمة تحريض، وكان يقول أن الأفكار الكاوتسكية هذه لا تستطيع أن تنجح في تحريض الجماهير. إذن هو نفسه مدرك وظيفته كمحرض، انتبه علي تحيني، أنت كمحرض يمكن تكون علمي، يمكن تكون أكاديمي، صحيح؟ الأكاديمي إيش؟ دائما يقف إيه؟ على مبعد حتى من ذاته، بحاول يعمل إيه؟ مبعد، يعني مكان فاصل بينه وبين نفسه لكي يمارس إيش؟ النقد على أفكاره، صح ولا لا؟ بعد كل فترة وفترة بعد، ولا يعني السياسي ما عندوش وقت، صح ولا لا؟ السياسي عنده مشروع بده ينجزه، ولا مش صحيح؟ انت لاحظ انه لينين نفسه في ثوره فبراير 17 اللي هي ثوره البرجوازيه الصغيره، صح؟ اللي قامت بها البرجوازيه الصغيره، واستطاعت طبعا ايش يعني؟ تسقط الحكم القديم السائد وتاتي بهؤلاء البرجوازيه الصغار في شكل حكومه عرفت بالحكومه المؤقته. جاء لينين من ايه؟ من منفاه، كان منفي طبعا هو، مطلوب راسه، جاء وكذا كذا، مباشره اصطدم ايه مع هذه الحكومه المؤقته، صحيح؟ لا تريده، مع انهم كلهم ابناء الفكر ايش؟ الماركسي، صحيح؟ لكن هؤلاء مناشفة وهؤلاء بلاشفة. المناشفة هم الأقلية، البلاشفة هم إيه؟ الأغلبية. لكن نفس الفكر، نفس الجدل النظري برضو يعني بشكل عام، نفس النظرية. فطلبوا راسه أيضا المناشفة، البرجوز، قالوا خلصوا على النفي هذا، عملنا إزعاج قاعد الرجل هذا. فهرب إلى فنلندا هناك، صحيح؟ وألف أطروحة، ورجع بعدين في أكتوبر وقال الآن الظروف أصبحت إيش؟ مواتية لانطلاق ثورة تنقذ إيش؟
تنقر الشعب والجماهير. لابد أن نحول الثورة البرجوازية إلى ثورة إيش؟ بروليتاريا. الآن قال ما فيش وقت، وفاجأ كثيرا إيش من زملائه، وبعضهم عارضه وكتب بيانات ضده، وبالعكس فضح الثورة قبل أن تشتعل بيومين. كتب قال لأنه مش مقتنعين، لكن هو كسياس ما عندوش وقت، ما عندوش وقت يسمع منك ويسمع مني يفكر منه. راح عين الفرصة، وعلى فكرة هنا يشهد له طبعا بلا شك. بس هو التقط كما يقال دائما القائد الملهم والقائد الفذ يلتقط اللحظة إيش الأكثر مناسبة، هل الشطارة مثل ما فعل محمد علي جناح، مثل ما فعل لينين، لأن طبعا روسيا كانت إيش القيصرية طبعا كانت في حرب عالمية بتعرف أنت. وبعدين الخبثاء حكومة الأقلية من ذكائهم مش عملوا هم تصور تسببوا في هزيمة، هم بعثوا عدة فيارق بسيطة جدا جدا ضد الجيش الألماني، وبالعمدن هم يعني خططوا لهزيمتها وهزمت وقتل آلاف منهم. لماذا فعلوا ذلك؟ شوف السياسة منقذرة، هذه قدرة السياسة، لكي يلتف الناس حولهم يقولوا إيش لا صوت على صوت إيش المعركة. الحصل النتيجة جاءت معاكسة. ليش طيب؟ لأنه في جناح آخر يمثل فعلا أغلبية لم تكن أغلبية لذلك الوقت، انتبه حتى يعني في مؤتمر عملوه المناشفة الحكومة المؤقتة جماعة لينين البلاشفة أخذوا فيه أقل من 20%. فإذا في الحقيقة هم يعني هم بلاشفة باللغة بالمصطلح، لكن مناشفة بالواقع وفي العدد صحيح. لكن في اللحظة هذيك الذكية لينين التخطى، عرف إنه هذه الهزيمة لن تساعدهم بل ستساعده هو، لأنه في خيار بديل، والخيار البديل فتي صور وشباب وحاسم إنه لابد إيش لابد من إنهاء المعركة أصلا. كان خطة بلاشفة إنهاء إيش المهم قصة طويلة الثورة الروسية هذه، إنهاء الحرب أصلا. السلام كان يقول السلام والخبز، شعار ني قال سلام خبز، ما بدنا حروب، ليش مش من محطنا هذه، هذه حرب امبريالي كان يقول احنا ضدها. فالشعب قال لك كفانا هزائم كفانا ايش دموع ودماء. سبحان الله ارتفع البلاشفه التخط اللحظه هو لعب. فقصد اقول انه دائما ايه البرنامج السياسي خاصه الثوري انتبه المحكوم بايديولوجيا صعب جدا ان يتسم بالروح العلميه وابدا، وبكون عنده ايه عشان ينجح انتبه لابد ان يكون تحريضيا دعائيا تعبويا، وعشان يكون تحريضي تعبوي لابد ان يكون اختزاليا صحيح، لازم يكون اختزالي، اختزالي في شكل شعارات، شعارات تلخص كل شيء ببساطه هكذا. فما عندوش طرف انه ايش انه يفصل وانه يراجع نفسه ويعطي فرصه للنقد ومش عارف ايه كذا. لكن تشوف ايه زي ما قلت لك الخطه الالهيه سبحان الله القران الكريم اللي هو فعلا مش خطه بشريه ومش كتاب بشري موقف في كل هذه القضايا دائما كان واضحا محددا. فالامه الى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى كلما ضيق عليها الطوق بالذات من الاستبداد الداخلي او حتى الاستعمار الخارجي تفزع الى ماذا؟ وهذا مزعج العلمانيين الاغبياء، مزعجين جدا انه كيف الامه هذه المسطوله يعني بدل ما تتحلل من الفكر الغيبي هذا والقران والدين والغيبيات بتروح في لحظات الشده لانها تعرف ما في فعلا ما في ايش؟ نجاح حقيقيه الا ذلك. طب لماذا؟ لان هذا الكتاب هو الذي يامرها ايش؟ بالثوره والتمرد والجهاد والمقاومه والصحيح. المجاهد ما فيش اعلى درجه منه ايش؟ الا انبياء الله ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. انا الصديقين مش جعلهم اعتبار كبير، تعرفوا ليش؟ عدديا طبعا اقلال اقلال جدا جدا، شو الصديقين هذول يعني بعدد الانبياء يمكن قليل جدا جدا. ما تستطيع تقول الحين في طبقه صديقيه قليل قليل. اذا الله تحدث عن المقربين ايش قال؟ ثله من الاولين اصحاب محمد وقليل من الاخرين. المقربين لسه الصديق هذا راس المقربين، فوين وين الصديقيه في هذه الامه؟ انتم تعرفوا واحد غير ابو بكر الصديق اخذ هذا اللقب باجماع الامه؟ قليل قليل. فعندك انت الانبياء وعندك الصديقين، بعد مباشره ياتي المجاهد الذي يقع شهيدا. فكتاب زي هذا، وانا حدثتكم مره عن ايش؟ عن نابليون وعن جاك دي سوسيل او سوستيل عفوا. دي سوستيل هذا كان الجنرال الفرنسي الكبير جاء في الجزائر وقرأ القران ترجموا لي اياه وكتب يقول قال هذا الكتاب قال ايه؟ كتاب قال عجيب وغريب، ليس اي ككتاب يتحدث عن العالم الاخر والاسراريات والالغاز والموراء، انه يتحدث الى الجماهير بمعنى كلامه يوعيها بقضاياها ويحرضها على التمرد على ظالميها وجلاديها. واستغرب كيف كتاب الهي بهالطريقه هذه. هذا خطه القران الكريم ملهم، قران ملهم الثوره ملهم التمرد. هاي احنا شباب صغار ما شاء الله عليهم وكذا كذا، كل افكارنا كل إيحاءاتنا بفضل الله هي نبت هذا الكتاب العزيز، صح ولا لا؟ وبناش نحكي هذا هذه يحتاج كلام طويل كيف الكتاب يعمل هيك، بس مش نظريه تاتي تقول لي فرق كبير جدا، وهي اللي سوغت كل المظالم اللي حصلت. النظريه نفسها سوغت كل شيء للاسف الشديد والتفع على كل شيء. وبعدين حتى نفس المنظر هذا لينين يعني الاب الروحي هو نفسه لدى التطبيق تطبيقه كان تسويق لكل الثورات النظريه. هو نفسه هو عمل حزب صح ولا لا؟ عمل حزب، هو عمل جيش لينين، كان يقدر يعمل جيش
الغي الجيش يا سيدي، انت قلت هيك وسلح الشعب. لا بالعكس، عامل الجيش. طبعا في دائما في تبرير على فكره في الطريقه الماركسيه، في تسويغات لا تنتهي دائما. ايش هي؟ يقول لك الظروف محليه دوليه، ظروف الحرب اللي صارت مع الجوار، ظروف مش عارف يعني. لليوم عندهم نفس المنطق، مش قادرين يقفوا ايش يعني، بيتواضعوا لك لا النظريه فيها خطا، النظريه لم تكن مكتمله، صح ولا لا؟ النظريه كانت تبسيطيه اختزاليه، مش حابين نقول هيك، لا النظريه كامله بس الواقع هو الغرض دائما. فحنحكي ان شاء الله على الموضوع الاسلامي بالذات احنا في الحلقه المقبله. تفضل يا اخوان عمر. يعني هو لو تعرضنا لنا الله عز وجل ارسل الاسلام كدين ليس فقط للعباده ودعوه الناس للايمان فقط، وانما ليكون منهج عمل، يكون يؤسس دولي. نعم. لنفرض انه هذا صحيح، رغم انه علي عبد الرازق بحكي عبادي. لو فرضنا انه هذا صحيح، يعني انا اشكاليه ان يتحول الدين الاسلامي الى منهج عمل، اشكاليه ان يتحول في الوقت اللي نتحدث فيه احنا عن سنوات طويلة أكثر من 1300 سنة وقفة بالاجتهاد، أي تكلف هذا الفكر عمليا. مفيش حياتي، يعني أنا بحتاج إلى كم هائل من السنوات، ما بعرف قديش رح يكون 200-300-400 سنة حتى أنقذ هذا الفكر من هذا التكلف ثم أحاول تطبيقه. بمعنى أنا أتحدث هنا عن حالة غير معرفة، عن حالة غير علمية، بالضبط نفس الحالة غير العلمية اللي كان بحكي عنها اليمين. عندما أقول أنه أنا كمواطن عربي، أنا عندما تحولت الفكر الماركسي اليميني وعندما انهارت الشيوعية ومرت إلى الإسلام، أنا عمليا لم أترك الإسلام ولم أعود له. عمليا الواقع لم أترك ولم أعود له. مجتمعنا هنا يعيش مجتمع متخلف، كل يعني متخلف، فقر، جهل إلى آخره، يبحث عن نظرية تحاول أن تنقذ هذه الأمور، يعني يبحث عن حل، عن آليات عمل، يبحث عن آليات عمل. الفكر الاسلامي او الدين الاسلامي غير قادر ان يقدم هيئه، مش الدين الاسلامي، لا يوجد ناس مؤهلين لترجمه هذا الدين الاسلامي. يعني زي عندي كنز هائل غير قادر اطرحه، لا خبز ولا ورد ولا ولا ولا, ولا شيء. انا اريد حل خلال فتره حياتي، اريد ان اعمل، لا اريد حاله نظريه مجرد فقط بالهواء، يعني الهيه. هاي امكانيه ان احول هذه النظريه الى حاله تطبيقيه ايضا يتحول زي النظريه الاخرى، من المستحيل كلام عم بحكي كلام في الهواء، كيف احوله اذا؟ ما دام كل يعني فيش اليات لم يحاول. امبارح احنا عم نحكي عن قضيه فراغ، انا ابحث عن ناس يحاولون ان يملوا هذا الفراغ، اللي حاولوا يبنوا هذا الفراغ هم ناس متهمين انه غير دينيين، ما في حدا متدين بيفهم القران الكريم عم يقدر قم من هذا الفراغ، أعتقدت يقدر يعمل هذا الفراغ، ماذا أفعل إذا أنا؟ أنا شو بعمل؟ أنا أريد أن حل آليات عملت في هذه المرحلة، بالتالي الفكر الشيوعي كان حل تجريبية، حاولت أشوفه من خلاله الحل لنهضة هذه الأمة، فشلت هذه النظرية، بدي أدبر عن أي نظرية أخرى بتطلع، بدي ألحق ما عندي خيار آخر، عرفتي؟ الإسلام حالة كنز رائع جميل، دين جميل إلى آخره، غير قابل للتطبيق، مجرد حالات خيالية، غير قادر أن أفسر آليات حل، شو بعمل؟ طيب باختصار يعني اول شيء جميل انك انت في الاخير يعني انتهيت الى ان الاسلام يبدو في ذاته قادر، لكن ابناء الاسلام غير قادرين يحولوا كما قلت انت هذا المخزون او هذا المذخور من العطاء الالهي الى اليات عمل، الى نظريات حتى قابله ايش ان تكون خطط عمل دقيقه واضحه. اول شيء كون الاسلام انه منهج حياه ودوله، مش عبد الرزق، عبد الرزق هذا رجل يعني مسكين اعترف عشان نعرف القضية، اعترف الأخي في آخر حياته، وهو الكسول، هو شيخ أزهري، شيخ أزهري عادي يعني درس له 6-7 سنوات في المرحلة العليا وانتهى. شيخ أزهري عادي لم يؤلف في حياته إلا كتابين، كتاب سخيف في البيان، في البديع والبيان سخيف يعني كتاب تقليدي جدا، وهذا الكتيب الصغير اسمه الإسلام وأصول الحكم، واعترف في آخر حياته، اعترف سجل ذلك تماما أنه فعلا الكتاب ألقي إليه، لا ألفه ولا له فيه شيء. تعرف ليش؟ لأنه فضحت الدكتور كان ضياء الدين الرئيس رحمه الله عليه، علامة مصر كبير، علامة اقتصادي كبير صاحب كتاب الخراج، عقل ضخم، وعنده كتاب على فكرة يناقش المسألة هل الإسلام دين ودولة ولا فقط إيش دين من غير دولة، كتاب ممتاز اسمه نظرية السياسة الإسلامية، واستشهد به بثلة من كبار المستشرقين اللي لم يجدوا مناصا من أن يعترفوا أن الإسلام فعلا أنشأ دولة والإسلام فعلا دين ودولة، مش على عبد الرازق. فالمهم الدكتور الرئيس رحمه الله عليه صور وقع على النسخة الخطية بخط مرغوليوث. مرغوليوث هو مستشرق انجليزي كبير، وهو استاذ طه حسين على فكره، ويبدو المساله عبر طه حسين للاسف الشديد المخرب هذا للفكر العربي، مش وقع الدكتور الرئيس على النسخه الانجليزيه بخط مرغوليوث صور،
نفس الكتاب بالضبط بس هب الإنجليزي هب العربي ترجم له. واعترف علي عبد الرزاق صح قال الكتاب فعلا للأسف كانت خطيئتي خطيئة حياتي. الكتاب قال إيش ألقي إلي وأنا تبنيته. شو السخف هذه؟ لأنه رجل كسول على فكرة. هذه المشكلة وعقدة النقص هذه على فكرة في أي شخص حتى الآن في المفكرين اللي بتحدث عنهم دائما وبنعلم سواء إسلامي أو علمانيين هي بتخلي الإنسان يتحدث بمنطق استعاري يستعير أفكار أشياء ويرددها من غير أن يفهم ماذا يقول. يعني أنا لا أستطيع أني أفهم أنه إنسان يأتي يكابر أنه هالإسلام دين ودولة. ألا تؤمن بأن النبي أقام دولة حقا؟ كانت دولة بمعنى إيه يعني الحقيقي للدولة يا سيدي. ألا تؤمن بأن دولة أبو بكر وعمر إمبراطورية عمر أقام إمبراطورية مش دولة إمبراطورية حقيقية ما كانش دولة هذه صواب. إلا إذا لم نؤمن بأن النبي إلا إذا آمنا عفوا بأن النبي عليه السلام ربما والخلفاء الراشدين أساءوا فهم الخطة الإسلامية أساءوا فهم القرآن للأسف. يعني حمل القرآن أكثر مما يحتمل. يعني النبي غلط إنه إيش عمل هالكيان السياسي هذا والدين بقول الشيك هذا يصبح جنون يعني صح ولا لا؟ يعني أكثر ممكن أتكلم إيه أكثر الناس جدارة وكفاية أن إيه أن يتحدث عن مقاصد القرآن صور هو الرسول وأصحابه الأولون وبالذات هؤلاء الخلفاء العظام يعني أكثر منه مليون مرة صور من غير الدخول في فيلم. فالإسلام دولة بلا شك تاريخيا صور وحتى إيه بنيان النظر يؤكد أنه دولة. تعرف ليش؟ هل ممكن تفهم تستطيع يصور عقلك أنه مثلا أمة تؤمر بالجهاد صور سواء جهاد الدفع او جهاد الفتح من غير ما يكون في دوله صور مين حيطبق النص هذا؟ مين بدك دوله صح؟ امه في عندها ايش عقوبات سياسه جنائيه صحيح تشريع جنائي واضح في عندك ايه الحدود وغير الحدود مين بده يطبق هذه الشغلات؟ مش دوله مش هذا ايه في عندك سياسه اقتصاديه الغنائم والافياء وتوزيعها ومصاريفها والزكاه وكذا كذا مين يطبق هذا الشيء؟ شيوخ مسيحي ولا دولة؟ يعني تشريع القرآن نفسه البنية النظرية للقرآن الكريم تؤكد أن هذا التشريع لا يكتمل إلا إيش في وجود دولة صحيح ولا لا؟ وزي ما قال كان يقول مولانا الشيخ محمد غزالي رحمة الله عليه كان يقول يعني وفعلا يستغرب من الفكر العلماني المفصوم هذا يا ريت عندنا العلمانيين العرب يكونوا صريحين جدا جدا أنا بحب الصراحة يقولوا نعم نحن ملاحدة لا نؤمن بالقرآن ونقول عبلاطة هيك هذا القرآن كذا متخلف ورجعي بصير لنا حديث آخر معهم. لكن هذا اللعب المزدوج هذا صور والانتقال إيه بين الفيلقين لا إحنا مسلمين وبنقول الشهادتين وفي نفس الوقت لا الإسلام مش دولة وملوش علاقة كذا والإسلام فقط مجرد إيه طقوس إيه علمنة الدين ما هذا؟ هذا لعب. الذي أمر إيه بالصيام وأمر بالصلاة هو الذي أمر بالزكاة وهي أكثر من عبادة هي جزء كبير منها إيش اجتماعي صحيح؟ والأمة الثلاثة فهموا الأمة الثلاثة باستثناء الحنفية أنه الجانب إيش الاجتماعي فيها صور أكثر من الجانب العبادي مزبوط ولا لا؟ وعملوا على هذا الأساس الأمة الثلاثة أبو حنيفة قال لا العبادة تطغى فيها على إيش على كل حال ففهمين طيب لسه عاد أكثر من هيك عاد والذي أمر إيش بهذه الألوان والصنوف من العبادة هو الذي أمر إيش بالجهاد وهذا إيش وظيفة الدولة صحيح دور دولة ومش دور أفراد والذي أمر إيه بهذه الأشياء أيضا هو الذي أمر إيش بالحدود سياسة جنائية وهذا وظيفة إيش دولة. فإذا قلت إنه إيه الرب يأمر ونحن نطيع بدك تطيع الله في الصلاة كما تطيعه في الجهاد كما تطيعه في الحدود صح ولا لا؟ ولا تستطيع أن تطيعه إلا لإيش إلا لعمل الدولة من هنا ضرورة الدولة مستحيل. ولذلك كل الفرق الإسلامية على فكرة الفكر الإسلامي أنت بتقول تكلس ومتكلس طيب بس الفكر الإسلامي غزير جدا 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 أغزر مما يظن هؤلاء العلمانيون. وأنا قلت لك أمس عشان بس للتذكير يعني هذا نصر أبو زيد حامل راية الكلام هذا الحيني وعامل دوشة في العالم كله. وأنا حكيت لك أمس إنه هذا الرجل سوى صفحات طويلة في كتابه الشافعي مؤسس الأيديولوجية الإسلامية ونازل حطم رأس الشافعي صفحات وهو يؤكد إيش أن الشافعي كان متمارئا مع بني أمية وخاضع للحكم الأموي وتحت القهر الأموي وما شاء الله. وأنا قلت لك ببساطة لو نصر حامل أبو زيد هذا المتعالم الكبير العلامة هذا لو قرأ التاريخ بطريقة شيمة فقط يعني هيك كذا من سنة كذا إلى كذا الرسول من سنة كذا إلى كذا أمية من سنة كذا كذا ابن العباس كان موقعش بهذا الخطأ الفاضح لأنه الشيخ عور سنة 150 وتوفي 204 أو 205 وبنو أمية انتهوا سنة 132 إيش الهبل هذا يا أخي وبتكلمك على الإسلام وكذا وجمود الفكر الإسلامي ودوائر الخوف ومن التفكير إلى التكفير وكتبه وعمل اللي فيها. فالفكر الإسلامي على فكرة أكثر ثراء وأكثر غزارة مما يظن هؤلاء تعرف ليش؟ بس خلينا نكمل لنا حتى المقولة حنخل فيها حقيقة عشان ما ردش كلام هكذا انت لو قرأت كتب الملل والنحل او كتب الفرق بسموها الفرق بين الفرق مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين الفصل في الهواء والنحل الملل والنحل للشهرستاني الاخيره سوف ترى مدى الاندياح في دائرة الخلاف في العقل الاسلامي والله بشكل غير مسبوق شيء لا تتخيله يا رجل. في كل مسألة في عندك مئات الاراء في كل مسألة حتى مسائل العقائد تخيل فروع العقائد طبعا مئات الاراء
وهذا قال هيك وهذا قال هيك وهذا دددددد. لأنه في نشاط كان غير طبيعي نشاط عن مقولة على فكرة أنه بادل الاجتهاد أقفل الآن. خلينا نكون صريحين لو قرأناها، وهذا تخصصنا عاد إحنا الفقه وتاريخ والأصول كذا، لو قرأناها بنلاقيها مجرد مقولة بصراحة حملت أكثر مما تحتمل، لأن الاجتهاد كان ومستمر بالمعنى الأصولي للاجتهاد. يعني بتقرأ مثلا هذه مثلا متى قيلت المقولة هذه؟ فكان الرابع الهجري صحيح، وفي ظروف تاريخية معينة قيلت، وقالها بعض الفقهاء. من الذي يملك أن يغلق إيه باب عقلي أنا؟ ما أنا بقول لك، لا خليني أقول لك يعني لا بس خلينا نكون إيه يعني موضوعيين. اللي حصل دائما إنك تيجي تقرأ مثلا يقول لك إيه ابن دقيق العيد المتوفى سنة 702 الهجرة، هو رجل بلغ درجة الاجتهاد في المذهبين المالكي، يعني كان مجتهد وبعضهم يقول لك كان مجتهدا مطلقا، يعني زيه زي الشافعي، يقدر كان يأصل أصول ويفرع عليها ما عندوش مشكلة. طيب التقي السبكي، التقي الكبير ابن عبد الكافر، التقي السبكي يقول لك كان مجتهدا، وبعضهم يقول بلغ إيه الاجتهاد المطلق المنضوي، وهكذا. حتى على فكرة الإمام الشوكاني عنده كتاب في مجلدين أربعة أجزاء كبار، يعني اسمه إيش؟ اسمه البدر الطالع في محاسن من بعد إيه القرن السابع، يعني الذين عاشوا إيه بعد القرن السابع إلى عصره واللي هو القرن الثالث عشر الهجري. إيش البدر الطالع هذا؟ كتاب تراجم طبقة في إيش؟ في طبقات المجتهدين، بس بتكلم عن المجتهدين اللي اجتهدوا في إيه في العلوم المختلفة. الأمة مليئة بالاجتهاد، مليئة صحيح. اللي بدي أقول الآن مسألة ثانية عاد مهم جدا انتبهها، عشان ما نقولش الإسلام 1300 سنة ما قدم الشيء. انتبه، هل في تاريخنا الإسلامي بشكل عام عرف صور دورات متواصلة مثلا أو حتى أي مضطردة من المجاعات كان يموت ملايين منا؟ بالعكس، الأمة بشكل عام ما كانش عندها إيش هالمأزق هذه، كانت تعيش وتأكل وتشرب وفي حالة من الترف، يعني في دائما سبحان الله، مع أنه إيه لم تدخل مرحلة الرأسمالية ولم تنهب الشعوب الأخرى صحيح، ولم تظلم الآخرين، الناس كانت عايشة صحيح. حجم حتى إيش حجم الحريات، أنا أقول لك بصراحة لا يقارن حجم الحريات بحجم الحريات الآن في الدولة إيش القومية القطرية العربية هذه أبدا. كان في حريات أكثر بكثير، أكثر بكثير من الآن، مظبوط. ليش؟ طيب مش لأنه إيه فلان وعلان كان أحسن من فلان وعلان اليوم، لا مش عشان هيك، لا طبيعة تغول الدولة، وهذا نقطة أنا مش هنناقش كل المقولة اللي ذكرتها. الدولة المسلمة أفضل. أنا حجاوب لا عارف ليش؟ لا عفوا لا أنت هل أنا حقول لك أناش. لا أنت قلت عدة مقولات عدة أشياء، أنا بس أحب إني أقول لك كلمة واحدة يا شيخ الكريم، يعني لا تحاول أن تسقط الآن تسقط بعض الأوضاع المعاصرة والوقائع الراهنة على التاريخ الإسلامي. اختلف وقائع التاريخ الماضية تختلف عن الوقائع الراهنة الآن، تختلف بالكامل. ولذلك غلط تحط كلها في سلة واحدة ونحاول نفهم أنفسنا أنه التاريخ الإسلامي يعيش مأزق 1300 سنة بالكامل. أنا أقول لك لا، المأزق الوحيد كان مأزق فقط إيش تداول السلطة، وأنا لا أتحدث عنه لا أمل صحيح. فيما عدا ذلك وقلنا اليوم الأمة بشكل عام عفية قوية ومنتجة حتى حضاريا. الأمة دائما كان في عندها إنتاج، في عندها عطاء، في عندها عمل، لا يعني لم تتكلس الأمة، مش تقول تكلست مش ممكن. أنت شوف حتى حجم الإنتاج العلمي، مش بالمعنى العلم الإمبريقي طبعا، لا حسب العلم بشكل عام، العلم التأليف كذا، العلماء كذا، الموسوعات الكتب في القرن العاشر الهجري شيء مهول جدا جدا غير طبيعي. في يعني في علم، في ثقافة عند الشعوب، في كذا وفي أمة معافاة وقوية تتصدى حتى للمستعمر وبتستطيع أنها تتكامل داخلية مع بعضها وتمنع التظالم والاحتراب الداخلي. الحمد لله كان موجود هذا الأم ومتمسكة بمنهجها وبدينها موجود فكون الآن تغول الدولة صور حدث في العصر الحديث، هذا غير مسؤول عنه الإسلام. وأنا ذكرت اليوم أول نقطة في محاضرة اليوم أنه تغول الدولة الظاهرة إيش معولمة اليوم، يعاني منها إيش الغرب صور والشرق على سواء، العالم كله يعاني منها الآن. في مفكرين الآن بس قاعد بإيه بيكتب عن مأزق الدولة الحديثة وكيف لابد إيه يعني الخروج من هذا المأزق، لأنه هو مأزق المجتمع بكله صور. هذا مش مسؤول عنه الإسلام، ولذلك الآن حتى الفكر الإسلامي الآن إذا إلى الآن ما يستطيع إنه إيش يقدم مثلاً طروحة واضحة في هذا الصدد فمعذور، لأن الآخرين حتى اللي هم كانوا مسؤولين عن إيش بروز هذه الظاهرة. يعني الدولة الإسلامية من بني أمية إلى بني عثمان لم تكن دولة متغولة صح ولا لا؟ وقتش تغولت بصراحة؟ لما سقطت الخلافة وجاءت الدولة إيش القطرية هذه الحديثة والعياذ بالله، من أسوأ ما يكون، هذه خنقت المجتمع بالكامل، هذه احتكرت كل شيء، ابتلعت المجتمع. وين المجتمع المدني العربي؟ لا يكاد يكون موجود، والموجود منه شاهد زور كما قال بعض المفكرين اليساريين، والله الموجود منه شاهد زور للأسف الشديد من هذا المجتمع المدني البسيط فهذا مش الإسلام مسؤول عنه، التجربة الحدثية الغربية حين استنسخت بغباء للأسف منا من العالميين العرب وغير العالميين العرب هي المسؤول عن هذا المأزق الحقيقي. الآن مأزق الدولة الإسلامي التاريخي طبعا هو تداول السلطة، هل في حل في الإسلام له؟ طبعا في حل وبسيط جدا واضح وبدوش العبقري بصراحة، الحل موجود عندنا واضح تماما يعني، وطبق في الخلافة الراشدة
التداول الإسلامي على السلطة كان واضحا، واضح جدا، ما عنده مشكلة. في بعض المآخذ عليه، باش أقول مآخذ، في بعض التنقيدات، يعني أنه كان الخليفة مثلا إيش يعطى الخلافة مدى العمر. أنا شخصيا مثلا الآن لست مع هذه المقولة أبدا، لا أؤيدها. وأنا بقول المازق الحقيقي بدأ مع سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الرحمة. ها، لو كان المسلمون لحقوا يطوروا، وأنا متأكد لو عمر عاش برضو كان طور هذا الشيء بذكائه، ممكن يعني هو قابل هذا الشيء مع عبقريته الإدارية كذا. لو كانوا إيه قبل عثمان طوروا إيش، صور آلية معينة في التداول إيش السلمي على السلطة، بحيث إنه كل خليفة مثلا 10 سنوات أو فترة معينة أو كذا، مو بأي معيار معين، كان ما حصل عثمان الذي حصل. لأن الذي حصل عثمان بصراحة هو شارك فيه أيضا، أكون واضح معكم، أنا علمي أيضا مش كيف يعني. لما سيدنا عثمان طبعا في ناس يقول كنت بعامل عثمان كأنه معصوم، مش معصوم عثمان، عليه وراسي الأرض بمشي عليه أشرف مني والله، ولكن هو بشر يخطئ ويصيب، وعمر بشر يخطئ ويصيب. عمر في أشياء عملها حتى في الدولة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت صور لفعلت كذا وكذا، في عدة أشياء في السياسة والحكم، قال أنا غيرت رأيي، قال غيرت، ما في مشكلة. فسيدنا عثمان لما يقول إيش، لا أخلع قميصا قمصنيه الله تبارك وتعالى، هنا في مشكلة هنا. ليش؟ لأنه كان بيعتبر أن مدام بيعت بالخلافة بيعة رسمية، وفعلا بيعة رسمية، ما فيها أي نوع من الدغل ولا أي نوع من التزييف، صحيح، والالتفاف على الجماهير، بيعة رسمية من الناس ذكور وإناث. وبيعة على فكرة كثير كسابقة تاريخية تعتبر مشرفة على فكرة، ها اقرأها في سياق التاريخ، مش الآن، ها بعقلية منجزات القرن 20 و21، لأنه في القرن ذاك على فكرة لما كان في خلافة راشدة كان في شعوب لسه تعبد إيش الأباطرة، صحيح، إلى عشية الحرب العالمية الأولى، وفي شعوب كان شرقية تعبد إيش الأباطرة في اليابان وغير اليابان، صح ولا؟ فلما نجي إحنا في دولة قبل 1400 سنة صور، ويأخذ رأي البنات الحوائض صور في الخدور، مع مين أنتي؟ مع عثمان ولا علي؟ مع كذا وكذا، شايف؟ فهذه التجربة تعتبر سابقة حقيقية مشرفة. فعثمان بقول لو أنه كان فيها الألية هذه، أنه أنت بعت خليفة، لكن إيه صور 5 سنين 10 سنين توقع على الله، كان ما صارش النزاع المسلح هذا. فهذا ممكن في بعض الأشياء يعني نتكلم عليها، صحيح، لأن التجربة التاريخية غير معصومة أيضا عندنا، غير معصومة، نستلهمها لكن لا نقدسها. فتداول السلطة عندنا على فكرة ما في عندنا أي مشكلة، ومن أول يوم من خلافة الصديق المسلمون طوروا إيش نظرية البيعة العامة والبيعة الخاصة، صحيح، وتعرف أنت الكلام هذا. لا أنا أجبتك، أنا في حدود، خلينا نكمل. أنت سألت بما يتعلق بمقولة الدولة، أنا بقول لك إذا كانت المشكلة، عفوا المأزق التاريخي إيش هو؟ طيب استنى خلينا نكلم علميا، المأزق التاريخي للدولة الإسلامية هل هو تغول الدولة أو التداول السلمي؟ كان مش التغول، التغول ظاهرة حديثة ملهاش عمرها 80 سنة فقط، تغول الدولة القومية هذا الظاهر عمرها 80 سنة فقط، لسنا مسؤولين عنها، مسؤول عن الفكر الحداثي الغربي، صحيح، والآن لابد أن الجميع يتعاون لكي إيش يبلور حلا بإزاء تغول الدولة الحديثة المركزية. هذا ما تقوليش المأزق الإسلامي من 1300 سنة، مأزقنا التاريخي فعلا في الدولة هو التداول السلمي فعلا، لما يجيني واحد وابنه ياخذ وابن ابنه وهكذا، والامه ما لهاش علاقه، صح، هذا مأزق. هل طور المسلمون نظريا وعمليا صيغه؟ نعم طوروها، وطبقت ايام الخلافه يا رجل ونجحت، وانت الى الان لن تجد احسن منها في الخطوط العامه، صحيح؟ يعني الان ايش بتسوي الديمقراطيه الغربيه؟ الزائف على فكره. وانا ان شاء الله يعني اعد الان برضو ايه محاضره مطوله جدا في نقد الديمقراطيه الغربيه وخاصه الامريكيه. اللي هي في الاخير تعرف هذه الديمقراطيه الامريكيه ايش هي؟ ديمقراطيه 13%. 13%، تخيل؟ هذه هي كلام فارغ بضحك على الناس، الامور غير واضحه. فبدي اقول انه التجربه الاسلاميه طورت هذا نظريا وعمليا، ومش حتلاقي في الخطوط العامه نظريه احسن منها الى الان. ناس ترشح، صحيح، ترشح للرئاسه، وبعدين الشعب ايش يصوت؟ بده هذا ولا هذا، ولا مش صحيح؟ هذا تقريبا بلور في اول يوم يا رجل. وهنا العبقريه، بدل ما نقعد نلوم عديننا ونحقق تراثنا ونحقق تجاربنا، بالعكس العبقريه انه امه كانوا زي ما قلنا امبارح ايه تايهين رعاة مش فاهمين شيء في الدنيا يا رجل، فقط في 23 سنة مع نبيهم يموت اليوم النبي بكرة يطور هذا النظرية، كيف هذا؟ كيف تم هذا؟ وما لهمش أي علاقة كانوا لا بالفكر اليوناني ولا ترجموا لسه ولا بالتجربة الرومانية، صحيح؟ ما عندهم أي علاقة، يعني فقط بإيحاء إيش؟ بإيحاء تراث النبوة والكتاب العزيز، يا رجل العملقة المفروض ترفع الرأس. لكن بعد هيك كيف الأمة فعلا خانت هذا التراث وتقاعست عن حمايته وسكتت في موضوع فقط أو موضوع تداول السلطة بالذات؟ هنا الخطأ اللي حصل التاريخي. فالمسألة ليست بهذا الاستعصاء، أنا بقول لك ليست بهذا الاستعصاء، لكن حصل برضو أشياء أخرى دائما إحنا نصدرها في المحاضرات والخطب. ليش برضو تحالف العلم مع السياسة؟ وهذا كان شيء حقير وسيء في تاريخنا، صحيح، لما جزء من العلماء ومطرح العلمي برر هذا الوضع وبرر حكم الغلب، صحيح، وحكم القهر، وأيضا لم يحاول هذا الفكر الفقه الإسلامي يعني في معظمه أو جزء منه على الأقل يسلم به أن يطور آلية للممانعة لهذا الظلم والاستلاب والتغلب على الأمة، ما طورش، بالعكس طور آليات إيش للتبرير والتسويغ
صح ولا لا؟ هذا الخطير، هذا احنا ضده، ولابد ان نكشفه مهما ازعج الفقهاء والمشايخ والاخوان الاسلاميين، مهما لابد ان نبدي فيه ونعيد. فالمساله مش بالاستهزاء اللي بتتصوره، انا بقول لك لا ابدا، قابل الحل. وايضا كمان ما تنساش، خلينا نختم بالكلمه هذه، ما تنساش انه الان المشروع الاسلامي حقيقه ايضا كما تفضلت ليس في فراغ. مضبوط ولا لا؟ وما نقدرش نتعامل معاه بطريقه ايش، اليه ايضا ميكانيكيه، لا بطريقه جدليه اعتماديه. العالم كله معني بنا، ولا صحيح عالم المستكبرين، والعالم كله ايضا حنشوف كيف تجربة الجزائريه بغض النظر عن العقابين بعدين والاثار، ناس فازوا بنسبه ساحقه، تدخل الغرب تدخل سفرا قال لا مضبوط ولا مثلاً هيك لا ممنوع. والان كله من على فكره الان الديمقراطيه الغربيه الليبراليه الغربيه بدات تقول بالحرف الواحد اذا التطبيق الديمقراطيه سيؤدي الى تجذر وتحكم الاصوليه فلا كانت الديمقراطيه، بدأوا يقولوها بالفم المليان، معنى هي ديمقراطيه لهم فقط ليست لنا. وعلشان هيك انا ببشر اخواننا الحديثيين العرب صراحه بيخدعونا، والله بيخدعونا، ببشرهم اقول لهم اذا كنتم تظنون ان الحداثه الغربيه معرض ومسموح لكم ما شاء الله ان تستعينوا وان تاخذوا منهم ما شئتم وان تطبقوا على بركه الله فانتم موهمون، والله العظيم ولن يسمح لنا اصلا سوا. ولذلك احنا لابد نطور اليات ذاتيه تنبع من ايه، من ضمير الامه، من هويتها ومن تراثها. وهذا حتدخلنا ايش في صراع حقيقي مع الايه، مع المستكبرين في العالم، صراع حقيقي وسوف ندفع ثمنا بايضا، لكن لابد. اما ان نستعير الياتهم احنا وما راقنا منها ونحسب انهم يباركون ذلك، لا يباركونه بالعكس. وانت شايف كيف مسعى امريكا، امريكا طول حياتها دائما تشد على ايدي مين؟ الجبابره والديكتاتوريين والظلام تبعون الشعوب خاصه في بلادنا. هذه هي القضيه، فالقضيه اوسع على فكره من ان تبتسم وتختزل في مجموع مقولات انه كذا وكذا وكذا كما يفعل برضو بعض هؤلاء. ولنا عوده ان شاء الله في المحاضره المقبله نتحدث عن تجربه الاسلاميه بالذات بتوسع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.